تفضل. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بيكم، وكل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة والأمة العربية كلها بخير، وكل سنة والأمة أو الشعب المصري كله بخير، والأسرة اللي احنا فيها دي كلها بخير، وسنة سعيدة عليكم إن شاء الله، وكل سنة وأنتم طيبين تاني بمناسبة العيد الفطر أو عيد الأضحى المبارك. بمناسبة عيد الأضحى المبارك كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يا رب يكون زي ما ربنا وفقنا وأكرمنا السنة اللي فاتت، وأكرم الزملاء الأساتذة الأفاضل بالمجهود الرهيب اللي بذلوه عشان أولادنا، وزي ما شفته والحمد لله شفنا الكلام ده في الامتحان، وربنا يوفقنا السنة دي يا رب، ويعيننا ويقدرنا بإذن الله مجهود الأساتذة الأفاضل اللي معانا، إن احنا نقدر نوصل برضو المعلومة ونوصلكم بإذن الله للدرجة النهائية. أهلا وسهلا بكم مرة تانية، وأهلا وسهلا بكم أستاذ شعبان. أهلا وسهلا، كل سنة وأنت طيب. وأنت طيب ويعود أستاذ عليك بخير إن شاء الله يا رب. بخير. طبعا طبعا بنبارك لأبنائنا الطلبة اللي هم السابقين، وكل عام وأنتم بخير. وفي بداية المنهج الجديد أرجو من أبنائنا الطلبة إن يتابعنا، فالطلبة بتوع العام الماضي الحمد لله في طلبة كتير منهم تفوقوا في المادة، فأرجو من أبنائنا الطلبة إن هم يتابعوا معانا القناة، وطبعا نشكر جميع العاملين اللي في القناة على المجهود اللي بيبذلوه معانا. وكل عام وأنتم بخير بمناسبة عيد الأضحى وبمناسبة العام الدراسي الجديد. طيب أستاذ شعبان، طبعا حضرتك هتبتدي معانا النهاردة إن شاء الله. الاستاتيكا إن شاء الله. طبعا الاستاتيكا معروف إن لها أساسيات في سنة تانية طبعا، فلازم هنا احنا شوف قبل ما نخش في منهج الاستاتيكا بتاع العام السنه دي لازم اعرف الحاجات اللي انا خدناها في سنه تانية. الحاجات بتاع سنه تانية اللي هي مترتب عليها اكيد سنه ثالثه وبستخدمها. لو الطالب مش عارف سنه تانية، بص يا استاذ، انا بعتبر الرياضه ديت كمبنى بنى، طالما الاساس كويس بنبني المبنى كويس جدا. تمام. فلازم سنه تانية دي الطلبه لازم تكون واخده بالها جدا، واحنا عارفين ان غالبيه الطلبه في الاجازه، فاحنا هنحاول نركز على الحاجات اللي احنا محتاجينها. يعني ممكن ناخد الساعتين دول يا استاذ عاطف كلهم على مراجعه الصف الثاني، على استاتيكا الصف الثاني. طبعا هي كلها بتتكلم على حاجات كتير جدا، والاجازه مهمه جدا جدا، ولازم نفهم احنا شوف الرياضه يا استاذ ماهر، اذا ما كانش الطالب بيفهم هو بيعمل ايه مش عارف يحل الاساسيات. لازم يفهم هو بيعمل بيحل كده، ما يعملش العمليه مش المساله بالشبه. تمام. مفاهيم زي ما هنشوف، هم عارفين طبعا ابنائنا السابقين طبعا بتوع الاعوام السابقه عارفين احنا بنركز على المفاهيم، فبالتالي بيخش الامتحان ما بيبقاش فيه ايه مشاكل. ولو الطالب ما عندوش المفهوم الصح للمساله مش هيفهم المساله. لا لا مش هيفهم بنعمل ايه ولا هيعرف يتحرك. لا 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 لا، لا. يقول لك ايه المساله دي ما مرتش عليها. لا، ما ممكن يجي لك مساله انت مش شفتها صحيح، بس طالما انت فاهم هتعرف تحل المساله كويس جدا. بالظبط كده ان شاء الله. يبقى نشوف كده ان شاء الله كده ايه فاحنا في البدايه مفاهيم بتاع السنه الثانيه. احنا في البدايه احنا عارفين الاستاتيكا هو علم الاتزان، هو اعرف طيب معروف الاستاتيكا دي، ما هو الميكانيكا فرعين، علم الحركه وعلم السكون. علم السكون اللي هو الاستاتيكا، استاتيكا ستاتكس او ستاتيكس. علم الاتزان والديناميكا اللي هو علم الحركه. فاحنا هنبتدي بعلم الاستاتيكا لغايه ما ايدينا تمشي شويه كده، وانا سالفة بصراحه انا مسكت الاستاتيكا خلصتها وبعدين ابتديت في الديناميكا، ده العام الماضي كده، واحتمال هنمشي كده برضه. واعتقد برضه النظام ده برضه ماشي كويس السنه دي، لان هو يعني الطالب لما يفهم الاستاتيكا كويس بتبقى مبنيه عليها حاجه في الديناميكا فبيقدر يهضمها كويس. فاول حاجه في الديناميكا في الاستاتيكا في الاستاتيكا لازم نعرف ايه هي القوه. القوه اللي بتاثر على الاشياء. القوه اصلا كتعريف هو كل مؤثر يعمل او حاول ان يعمل على تغيير حاله الجسم من سكون او حركه منتظمه. طب القوة دي بتتعين ازاي؟ بتتعين المفروض بتلات حاجات، المقدار والاتجاه ونقطة التأثير. يبقى القوة بتتعين بتلات حاجات، مقدار ايوه واتجاه ونقطة التأثير. ونقطة التأثير عشان اعينه، لذلك لما اقول لك اوجد القوة لازم اعرف التلات حاجات، المقدار والاتجاه ونقطة التأثير. الاستاتيكا اصلا موضعها ازاي؟ اولا بتبقى في مجموعه من القوى بتاثر في الجسم، اما تبقى القوى متلاقيه او القوى غير متلاقيه. طب برضه استاذ شعبان، طب انواع القوه ايه اللي بتاثر على الجسم؟ طبعا في قوه احتكاك وقوه رد فعل وقوه مقاومه وقوه شد وقوه جذب وتنافر.
تمام، كل دي كلها ووزن. انواع، ووزن الجسم، كل ايوه، ده انواع من انواع القوة. يبقى انا بقى لما اقول ان في جسم موضوع على مستوى وساكن لوحده كده، هل في قوة بتأثر عليه؟ لا، في حاجتين، هو الوقت كده في محطوط كده. قوتين بتأثر فيه، ايوه، وزنه ورد الفعل عمل. زي ما نشوف الكلام ده يبقى في كده حاجتين اهو. وزنه ورد. تمام، اصل كلمة يقول لك ايه، لو انا الجسم ساكن، لو انت سألت كده عشوائي كده اي طالب الجسم ساكن ايه القوة بتأثر، يقول لك مفيش. مفيش. لا، انا مثلا انا في حالة سكون اهو، في حاجتين بيتأثروا عليا، وزني ورد الفعل الكرسي عليا. بالظبط ما لو كده. ما في لو لو, لو ما في وبيبقى في توازن حتى بالاثنين. زي ما نشوف الكلام ده كله، اهم شيء في الاستاتيكا عندنا، موضوع الاستاتيكا كله، اما القوه تبقى متلاقيه او القوه غير متلاقيه. جميع دراستنا في الصف الثاني الثانوي قوتين، قوه متلاقيه. قوة متلقية في نقطة. خدنا محصله قوتين متلاقيتين، محصله عده قوه متلاقيه، الاتزان بقى، اتزان قوتين متلاقيتين، اتزان ثلاث قوى متلاقية، اتزان عدة قوى عدة متلاقية. قوى متلقية. كان كل دراستنا في سنة تانية كلها قوى متلاقية. قوة متلقية في نقطة. لذلك لما كنا بنقول ما بنتكلمش عن نقطة التأثير، ما نقطة التأثير نفس نفس نقص التأثير الايه؟ القوة. بالظبط. انما في سنة تالتة هيبقى موضوع دراستنا ممكن تكون قوة متلاقية وقوة ايه؟ متوازية. ده موضوع دراستنا في سنة ايه؟ تالتة. تالت. فلازم اعرف الاول القوة المتلاقية دي ايه؟ فبعد ما عرفنا القوة عاوزين نعرف المحصلة. كده المحصلة هي قوة، يبقى المحصلة هي اللي قوة، بتجمع القوة بتاعتها كلها بتنشأ قوة، هي هي دي قوة المحصلة. تحل محل القوتين او الاكثر، ويكون تأثيرها على الجسم هو نفس تأثير القوتين او الاكثر، يبقى بتعمل نفس عمل مجموعة نفس القوة. العمل بتاعهم. تمام، يعني لو عندك قوتين متلاقيتين في النقطة، شلتهم بحط مكانهم قوة ايه؟ واحدة. تعمل نفس عملها نفس اللي بتعمله القوتين بتعمله الايه؟ المحصلة. المحصلة. بالتالي المحصلة قوتين متلاقيتين عشان اجيبها لازم اعرف مقدارها واتجاهها. بالظبط. ما واحد يقول لي طب انت بتقول في نقطة تأثير، طب ما نقطة تأثير القوتين هي نفس نقطة تأثير الايه؟ المحصلة. فإذا جينا فرضنا أنا عندي قوتين متلاقيتين أهو زي الشكل كده أهو، أدي قوة وأدي قوة أهو، أدي قوة قاف واحد وأدي قوة قاف اتنين أهو. القوة ديت بينهم بزاوية هسميها إيه؟ يبقى القوتين كده بيأثروا في نقطة واحدة، نقطة واحدة بيحصروا اللي هي نقطة زاوية مثلا ايه؟ ميم، وبيحصروا زاوية ايه؟ زاوية ايه؟ عاوز اجيب المحصلة، يعني عاوز اجيب قوة تحل محلهم وتعمل نفس عملهم. عملهم. تمام، فاحنا عندنا خدتوا حاجة اسمها قاعدة متوازي أضلاع القوة. فأنا بكمل متوازي الأضلاع اللي فيه القوتين ضلعين متجاورين أهو. القوتين بيمثلوا ضلعين متجاورين في متوازي أيوة، الأضلاع. متوازي أضلاع عشان هينفعهم حتى في الهندسة اهو. يبقى المحصلة بتاعتهم قطر متوازي الأضلاع. كان قبل كده يا استاذ استاذ عاطف كنا بنجيب محصلة قوتين متلاقيتين بيانيا، كان زمان قبل بمقياس كده الرسم. بالرسم، بمقياس كنا الرسم. نمثل القوة تمثل بقطعة مستقيمة تمام، متساوية او يتناسب مع مقدارها. مقدارها. فكنت برسم مستقيم مثلا طوله مثلا قوتين 6 و8، ارسم مستقيم طوله 6 والتاني 8، و8 وبينهم زاويه، اجيب الزاويه الزاويه اللي بيقول عليها اروح مكمل متوازي الاضلاع واوصل القطر، اقيس القطر ده يبقى ده هو ده المحصله. المحصل. دي بيانيا. ده بيانيا. اللي انتوا خدوه اللي هم خدوه في سنه تانيه هو ايجاد محصله قوتين متلاقيتين جبريا. جبريا بالحساب. فادي المحصله اهو. المحصله هتبقى ح بتساوي مقدارها اهو الجذر التربيعي قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ي. في بعض الناس يقول لك ايه، ح تربيع بيساوي قاف واحد تربيع زائد زائد قاف قاف اتنين اتنين تربيع تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ي. ده يعين المقدار مقدارا، يبقى القيمة دي مقدارا. مقدارا مقدارا. واحنا قلنا المحصلة دي قوة، يبقى لها مقدار واتجاه. فين الاتجاه؟ فبجيبه من القانون ظا لام او ظاهي. ظاهي. قاف اتنين جايه على قاف واحد زائد قاف اتنين جتايه. واحد يسأل
انا بقى طالب هقول لحضرتك، طب زاوية هيه دي فين يا استاذ شعبان؟ الزاوية بين المحصلة والقوة الأولى، الاولى يعني القوة اللي هسميها قاف واحد يبقى زاوية ميل المحصلة على القوة قاف واحد. تبقى هي دي زاوية هيه. زاوية ايه بقى؟ ايه حتى في الرسمة اهي. يبقى لو انا عندي زاوية الميل المحصلة على القوة الاولى قاف واحد اللي هنسميها قاف واحد، هي دي هيه، بعينها بالقانون اللي هو ظا ه يساوي قاف قاف اتنين اتنين جايه على على قاف قاف واحد واحد زائد زائد قاف قاف اتنين اتنين جتا ايه؟ جتا ايه. تمام كده؟ طب لو طيب واحد قال لي بمعنى انا هقول لك سؤالك، ايوه افرض قوتين 3 و5 عاوز اجيب زاويه المحصله على القوه 5، اسمي 5 اللي هي قاف ايوه واحد هي دي اللي كنت اسالك والثلاثه فيها. نسميها قاف اتنين، اللي احنا عاوزين نجيب زاويه ميلها عليها هي اللي نسميها قاف واحد، اسميه قاف واحد. والثانيه تبقى قاف اتنين. ما بحبش انا اغير في القوانين، تمام. اللي عاوزين نجيب زاويه ميلها عليها هي اللي نسميها قاف واحد يبقى لو قال لي اوجد زاوية ميل المحصلة على القوة كذا، كذا، يبقى هي يبقى دي الكذا دي هي هي قاف قاف واحد، واحد، والثانيه تبقى ايه قاف عشان يبقى اتنين. القانون ثابت ما ما غيرش فيه نغيروش. واقول فوق قاف واحد ليه لا وقاف لا لا اتنين، لا لا لا، يبقى هو ثابت. هو القانون ثابت. تمام. وطبعا ايه هي ذوات القوتين؟ ده يعين اتجاه القوة الاتجاه. واحد يقول لي طب ما نقطة سين نفس نقطة سين القوتين. بالظبط، عشان يبقى انت عرفت متلقيتين في نقطة. المقدار والاتجاه ونقطة التأثير. يعني مثلا راح مديك قوتين مثلا، واحدة 3 والتانية 5 نيوتن، والزاوية بينهم اللي هو ايه 60 درجة، عاوز نجيب المحصلة خلاص. هو ما قالكش، ده ما قاليش كمان هنا قاف واحد مين ولا قاف اتنين وانا مين. حر ايوه اسمي دي قاف واحد يبقى دي قاف اتنين، اسمي دي قاف واحد مش مشكلة. بالظبط. ويبقى ح بتساوي الجذر التربيع مربع القوة الأولى مربع القوة الثانية زائد 2 في 3 في 5 جتا 60. طبعا بينا احنا اساسا دلوقتي في الاله، الاله بتحلل المشاكل دي على كلها. طول بيخلصها. انما احنا كنا زمان احنا ناس عواجيز، فاحنا عارفين الكلام ده بنحبه بنقوله بايدينا. هيبقى 15 عشان جتا 30 جتا 60 بنص، هيبقى 3 في 5 ب 15، يبقى جذر 49 تطلع يطلع ب7. 7 نيوتن. يبقى واحد يقول لي خلاص خلصت المسألة، لا ده انا جبت مقدار. فاضل مين؟ الاتجاه. انا هقول له كده ظاهر قاف اتنين جاي على قاف واحد زائد قاف اتنين جتا ايه؟ خلاص. وما قال لك ايه؟ ما قالش زاوية مين محصول على ايه؟ على مين؟ انا حر. فانا اعتبر بقى اي واحدة قاف واحد واي واحدة يبقى قاف اتنين. هسمي القوة 3 قاف واحد والتانية قاف قاف اتنين، اتنين. يبقى 5 جا 60 على 3 زائد 5 جتا 60. طبعا بالآلة بتاعتنا هتطلع في الآخر 5 جذر 3 على 11. أعمل شيفت تان أجيب قياس زاوية قياس زاوية وأقول ميل كده يبقى المحصلة. المحصلة تميل على القوة، مثلا هنا هيبقى قياس زاويتين لما نعملها بالآلة أهو، هتطلع ب 38 درجة و13 دقيقة. أروح كاتب إيه بقى؟ يبقى ح بتساوي 7 نيوتن يبقى مقدار وتميل على القوة 3 نيوتن بزاوية قياسها 38 درجة و13 دقيقة. على اعتبار ان اعتبرت انا الثلاثة دي هي القاف واحد. تمام. تمام كده. ماشي الكلام ده؟ تمام كده. طيب نيجي بعد كده خدنا حالات خاصة. حالات خاصة من القانون العام اللي حالات خاصة. يبقى ده كده القانون العام تاني نفكرهم بيه. ح مقدارها ح بتساوي بتساوي ايوه جذر التربيعي قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع زائد اتنين قاف واحد قاف اتنين جتا ايه؟ ده ده كده ايه؟ المقدار مقدار. طب اتجاهها يبقى ظاهر بتساوي قاف اتنين جايه جاي على على قاف قاف واحد واحد زائد زائد قاف قاف اتنين اتنين جتا. جتا ايه؟ وقلنا دي نسميها قاف واحد وانت نسميها دي قاف ايه؟ اتنين، اتنين حيث دي زاويه من المحصل على القوه الاولى. على القوه الاولى. تمام. تمام. نيجي حالات خاصه. يقول لك القوتين لهما نفس خط العمل. يعني حتى لو جيت بص ادي قوتين اهم لهما نفس احتمال يبقوا كده اهو، قوه في الاتجاه ده وقوه في الاتجاه لهم نفس خط العمل. اللي هم يبقى زي لعبه شد الحبل يا استاذ شعبان. ايوه بس ده هناخده في التوازن. دول قوتين في اتجاه واحد. اصل خد بالك القوتين اهو بفضل ازود ازاي يبقى في اتجاه واحد او احتمال ينطبقوا. يبقى منطبقين كده، يبقى في اتجاه يبقى واحد قوتين يا في اما اتجاه مع بعض واحد. او ضد بعض. ايوه في اتجاه واحد، يبقى في الحاله دي الزاويه ايه بكام؟ بصفر. بصفر.
وجتا صفر بكام؟ واحد. هيطلع ح في الحالة ديت قاف واحد زائد قاف اتنين، وفي الحالة دي يبقى أكبر محصلة، تبقى دي أكبر قيمة للمحصلة، أكبر قيمة المحصلة، ويبقى اتجاهها في نفس اتجاه القوتين. لما يعني لو عندي واحد. القوتين هم، لو حتى بستنتجه بالقانون العام أهو، آدي قوة قاف واحد وقوة قاف اتنين أهي في نفس الاتجاه أهو. لو طبقت في القانون العام احنا مش عاوزين استنتاجه، احنا عاوزين يبقى حاجه بتساوي قاف واحد زي قاف اثنين، وتبقى في الحاله دي اكبر محصله، اكبر قيمه المحصله اكبر قيمه المحصله قوتين لما يكونوا في اتجاه واحد، يعني اللي هي بتساوي صفر. صفر، ما هو اصل انت لو طبقت هيطلع مربع كامل تحت الجذر. تمام. هيبقى قاف واحد زي قاف اثنين، الكل تربيع يطلع بقاف واحد زي قاف اثنين. بالظبط كده. ويبقى في الحاله دي اتجاه المحصله نفس اتجاه القوتين. تمام. يبقى كده، يبقى كده اول حاله خاصه لما يكون قوتين في اتجاه واحد. اللي هي زاويه هي بصفر. عايز يطبق القانون العام هتطلع. طبق. لكن بالاختصار يبقى هو قاف واحد زائد قاف اتنين. زائد قاف اتنين. تمام. لو القوتين في اتجاهين متضادين يعني عاملين كده اهو اهو، هيبقى ال ه ب 180. ايوه. ادي واحده في اتجاه اهيت، واحده في اتجاه. الزاويه بينهم كام؟ 180 درجه. فلما اجي نطبق في القانون العام هتبقى جتا 180 بسالب واحد، هيطلع برضه مربع كامل، بس هيبقى قاف واحد ناقص قاف اتنين الكل تربيع. والتربيع يروح مع الجذر. يبقى ح بيساوي قاف واحد، حيث بقى ايه؟ ان قاف واحد دي اكبر من قاف اتنين. يعني نشوف القوة الكبيره. لو القوتين في اتجاهين متضادين يبقى المحصله القوة الكبيره ناقص القوة الصغيره. الفرق المطلق. ساعات يقول لك مقياس او مقياس. انا ليه؟ طب انا عندي القوتين موجودين مقدارهم. يبقى على طول يبقى القوه الكبيره ناقص القوه الكبيره ناقص الصغيره على طول، ويبقى المحصله مع اتجاه الكبرى. بالظبط. المحصله وفي العاده يبقى اصغر محصله، تبقى دي القيمه الصغرى للمحصله. يبقى انا عندي كده قيمه صغرى وقيمه عظمى. عظمى الصغرى لما يكونوا في اتجاهين متضادين. أيوة. والعظمى لما يكونوا في اتجاه واحد. الصغرى لما يبقى ح بتساوي قاف واحد ناقص قاف اتنين. والعظمى لما تبقى قاف واحد زائد قاف اتنين. لذلك لو عندك قوتين ثلاثة وخمس. ايوه. نيوتن، يبقى اكبر محصلة 8 واصغر محصلة 2. تمام. يعني المحصلة تنتمي للفترة من 2 ل 8. ولو كتبها لي كده هعرف ان دي الصغرى ودي العظمى. ديت ان الاثنين دي قاف واحد ناقص قاف اتنين. والثمانية قاف واحد زائد قاف اتنين. تمام كده؟ تمام كده. حاجة تانية، احنا ماشيين بالامور سهلة اهو. دي كده الحالة الخاصة بتاعتنا لما يكون قوتين. ايوه. في اتجاه خط واحد. ايوه. يا اما متضادتين او في اتجاه واحد. ايوه. تمام. لا بيقولوا لي كده القوتين لهما نفس خط العمل. نفس خط العمل. يبقى اما القوتين في اتجاه واحد او القوتين في اتجاهين ايه؟ متضادين. طيب. من ضمن الحالات الخاصة إذا كانت القوتين متعامدتين. يعني اللي يه ب 90. ايوه. يبقى في الحاله دي حتى كمان الحاجات دي كلها هينفعنا عشان كمفاهيم. يعني يبقى القوتين الزاويه بينهم 90 اهو، وفي الحاله ديت متوازي الاضلاع اتحول لايه؟ لمستطيل اهو. ويبقى الزاويه 90 بينهم اهو، نفس الكلام اللي خدناه. يعني لو انا طبقت القانون العام يبقى الجزء الاخير عندي فيه 2 قاف 1 قاف 2 جتا 90 بصفر، يبقى الجزء ده كله يعني يبقى بصفر. حتى شوف الاستاذ عاطف ازاي يعني ايه باين لك الايه الوضع اهو. دي زاويه 90، يبقى ها الجذر التربيع قاف 1 تربيع زائد قاف 2 تربيع، والجزء الثاني اتشال عشان ما يبقاش في صفر. يبقى على طول، وانا طبق دي القانون. تمام؟ تمام. ده يعني المقدار. طب الاتجاه؟ الاتجاه طبعا قاف اتنين على قاف واحد اهو. قاف اتنين. برضو اسالك تاني يا استاذ، طب قاف اتنين على قاف واحد بس، طب والباقي؟ ما هو بقى هقول لك. ادي قاف اتنين قلت على قاف واحد. يبقى قاف اتنين جايه جاي 90، جاي 90 بواحد. يبقى البسط قاف اتنين. عشان قاف اتنين في واحد بقاف اتنين. المقام بقى. قاف واحد زائد قاف اتنين جتا 90، جتا 90 بصفر. يبقى كده خلاص الجزء التاني راح. وحتى لو انت واد ناصح من الرسم او انت واخده بالك، شوف من الرسم اهو، الرسم ده قاف واحد ودي قاف اتنين.
متجه يبقى يكافئ. ظاهر المقابل على المجاور. الله ينور على سعادتك، صح كده من الرسم تمام. ظاهر المقابل على المجاور، يبقى قاف اتنين على قاف واحد. واحد يقول لك طب يا دي الخط بتاع قاف اتنين للناحية دي، لا ده هو اللي هناك، نقول له طب ما ده بيكافئ ده. ما احنا عندنا تكافؤ قوتين، ايوه تكافؤ متجهين، متجهات متكافئة اللي ايوه خدوها في سنة اللي أولى. زي خدوها. ما كان الكلام ده اصل ثالثه ثانوي يا استاذ عاطف بتلم كل الحاجات اللي الطلبه خدوها في السنوات السابقه. ما هي على اعتبار ان دي اخر حاجه هو فيها، فبياخد كل اللي ما سبق. ايوه بالظبط، بالظبط. يبقى مفيش واحد يقول لي بقى سنه فقاف اولى لا دي اتنين بعيده. تكافئ قاف اتنين دي قد بعض في المقدار وقد بعض في الاتجاه. يبقى بتكافئ، يبقى انا ممكن اشتغل المثلث القائم ده يبقى ظاهر يساوي هيساوي قاف اتنين مقابل على قاف على واحد. مجاور. ده تمام، يعين الايه؟ الاتجاه. الاتجاه يبقى انا كده جبت مقدارا واتجاه. والاتجاه. يعني مثلا يديك يقول لك ايه؟ قوتين اهو. قوتين 6 و8 نيوتن متعامدتين. اداني الشرط، يعني متعامدتين يعني القوتين عموديتين على بعض. يبقى زاوية ت 90 يبقى ها على طول اقول له جذر 6 تربيع ب 36 زائد 64 يطلع جذر 100 يطلع ب 10 ب 10. نيوتن. يبقى انا كده جبت مقدار المحصلة ب 10. المحصلة. طيب نيجي ظاهر، ظاهر 6 8 على 6 يعني 4 على 3 شيفت تان اجيب الزاوية. جبت الزاوية شيفت تاني على طول 4 على هتطلع 3. الزاوية اهو بالآلة بالحاسبة بتاعتك، بان انتوا طبعا بتلعبوا طول النهار بالآلة فانت عارفين الكلام ده اشطر مننا احنا. تمام، يبقى المحصلة تميل على القوة 6 ايوه بقياس زاوية قياسة 53 و8 دقايق. تمام. تمام. يبقى كده برضو من خد الحالات الخاصة لو القوتين متساويتين. القوتين قوتين متساويتين، متساويتين. يبقى الاول خدنا القانون العام، عام اي قوتين اي وبينهم اي قوتين زاوية، ايا كانوا. وبعد كده خدنا قوتين خط عملهم على استقامة واحدة يا ايوه اما في اتجاه واحد او اتجاهين متضادين، ورجعنا خدنا اللي هو القوتين متعامدتين. متعدمتين. في بقى الحالة الخاصة تانية دي قوتين متساويتين. متساويتين. اخونا لا ناصح، معنى قوتين متساويتين يبقى المتوازي الاضلاع يتحول لمعين. يبقى الشكل الهندسي اصبح معين. اللي هو متوازي اضلاع القوة معين، يبقى عامل كده اهو. واحنا عارفين من خواص المعين جميع اضلاع متساوية والقطران متعامدان وينصف كل منهما الاخر. والقطر ينصف، هي دي اللي هي اللي زاوية بين زاويتي القوتين. الرأس الواصل بينهما، دي الخاصية تمام الحياة كده دي. يا استاذ عاطف اهو. ويبقى المحصلة بتاعتهم اهي. ويبقى هنا قاف وهنا قاف. ما اقولش بقى قاف واحد وقاف اتنين، هي لا قاف ما خلاص وقاف. ما وديها اهي. فبنقدر نستنتج ح بتساوي 2 قاف جتا ي على 2 اللي هو نص الزاوية. نص الزاوية. طب اتجاهها فين؟ مش المحصلة قطر المعين، وقطر المعين بينصف زاوية رأس المعين. تمام، يبقى ينصف الزاوية بين بينهما. القوتين. يبقى اتجاه المحصلة تنصف الزاوية بين القوتين. الكلام ده اللي أنا بقوله يا أستاذ عاطف مهم جدا للصف الثالث. ده اللي مبني عليه الأساس كل كله. حاجة هيقابلنا. أول درس عندنا اللي هو الاحتكاك فيه حاجات من دي. هي دي. ويبقى في الحالة ديت يبقى ديت ي على 2 وديت ي على 2. لذلك لو قلنا قوتين مثلا 10 و10 نيوتن قياس الزاوية بينهما 120 درجة. عين المحصلة. يبقى المحصلة 2 قاف جتا ي على 2. واحد يقول لي طب ما نقدرش انت طب الكل ينفع ينفع هيمشي، بس هنا اسهل بقى. ما هو ده استنتاج منه. فانا استنتاج بدل منه. ما امشي الخطوات كلها عشان اوصل لده اجيب من الاخر بقى. يبقى 2 في 10 جتا 120 على 2 يبقى 20 جتا 60 بنص يطلع 10 نيوتن. تمام، يبقى مقدار محصل 10 نيوتن وتنصف الزاويه بين القوتين واتجاه اي ينصف تميل بزاويه على كل القوتين منهما بزاويه بزاويه 60. 60. الامور ماشيه زي كده تمام زي تمام. الفل. طيب
برضو انا بركز على حاجات هتنفعنا السنه دي. نيجي ودي مهمه جدا، وبعض مدرسين للاسف في سنه تانية بتهملها، التحليل في اتجاهين متعامدين. دي حته مهمه انا جدا ببقى يعني جدا. معلش انا دائما الفت نظر زملائنا في الصف الثاني، ما اعملوش بزوال قطبيه، ما تعلم الواد الحل ازاي في اتجاه متعامدين عشان اجيب المحصله، انما في زوال قطبيه طب هتنفع الدرس ده مش هتنفعه في سنه ثالثه، مش هتخدمه في ثالثه، في سنه مش هتخدمه في ثالثه. فانا بحب دائما ايام ما كنت في التوجيه والحاجات ديت كنت اقول لهم يا ابني ركز على الطالب ان يحل ازاي، يتعلم يحل او يحلل في اتجاه متعمدين، تحليل مباشر على طول، ما يستخدمش الزاويه القطبيه. يعني ايه معنى التحليل؟ معنى التحليل انا عندي قوتين اشيلهم واحط مكانهم قوه، ايه قصدي؟ عندي قوه عكس عندي قوه اشيلها واحط مكانها بقوتين. يبقى المحصله عكس. المحصله كان عندي قوتين بشيلهم واحط قوه تعمل عملهم، هنا بقى عندي التحليل قوة اشيلهم واحط مكانهم قوتين. قوتين اسمه معنى التحليل. يعني ان بجيب انا عندي قوة واحدة ويراد الاستعاضة عنها بقوتين يعملان عمل، ده معنى التحليل. كان هما خدوا التحليل في اتجاهين معلومين، نفس الكلام كانه قطر متوازي الاضلاع واعمل يطلع متوازي الاضلاع واشتغل. يعني كان انا كان عندي قطر متوازي الاضلاع وعايز القوتين قف واحد وقف اثنين، فبطبق قاعده حتى الجيب والحاجات دي كلها احنا مش محتاجينها قوي. انا اللي يهمني التحليل في اتجاه متعمدين، اتجاه متعمدين ده اللي يهمني. يعني لو انا عندي اهو اللي عكس محصله قوتين متعمدتين، تمام، يعني مثلا ادي اتجاهين متعامدين والراجل انا عندي قوه اهي تميل على الاتجاه ده اهو بزاويه مثلا اهو دي 30 درجه والقوه هنا مقدارها مثلا 12 نيوتن، عاوز احلل القاف ديت الى قوتين حتى بيسموهم مركبتين. مركبتين مركبتين. بيقول لك ايه؟ القوه المجاوره للزاويه، القوة اللي جنب الزاوية المجاورة، المجاورة مقدار القوة في جيب تمام الزاوية، المركبة المجاورة للزاوية تاخد جتا جتا الزاوية، القوة في جتا الزاوية. ايوه هي جاية من نسب المثلثية اللي هي بتاعت مجاور على وتر. يبقى مجاور اصلا استاذ عاطف لما كنا بنلعب بتوازي الاضلاع بنقول الضلع على جيب الزاوية المقابلة، على جيب الزاوية المقابلة، فهي جاية من هنا. فاحنا بنستاهل، احنا مش عاوزين نخش في مش اثبات. احنا عاوزين نقول كده المركبه المجاوره للزاويه القوه في جيب تمام الزاويه ايا كانت الزاويه فين. ده ممكن اخلف اهو اعمل كده، طالب يقول لك هعمل كده انا اهو اهو اجيبها في ناحيه تانية خالص اهو. وادي قوه كده تميل فوق، ماليش دعوه بقى هما كان المدرسين بيتعلمهم ايه الطريقه ديت هتسهل لنا. المهم نكمل الاولانيه 12 في جهه الزاويه العموديه، 12 في جهه الزاويه يبقى دي سميناها قاف واحد ودي سميناها قاف اتنين، يبقى المجاوره للزاويه قاف جهه الزاويه. العموديه قاف جا. تعالى هنا القوة 20، المجاورة للزاوية اللي فوق يبقى 20 القوة جتا المجاورة 60، بنفس المبدأ القوة المجاورة تاخد جتا وهنا 20 جا 60. انا بقول الكلام ده يا استاذ عاطف، كان دايما في بعض المدرسين تقول لك ايه دايما خلي زاوية الميل على القوة على محور السين على المستوى الافقي. لا انا ايا كانت عشان هيقابلنا الكلام ده احنا في سنة تالتة بالظبط. يبقى ناخد بقى اللي هو المجاور للزاويه. ايوه بس مهما لذلك كان وضعه. لذلك هنا قف واحد هتساوي 12 جتا 30 بجذر 3 على 2 يبقى 6 جذر 3 نيوتن. والعموديه العموديه قف 2 12 جتا 30 بنص ب 6 نيوتن، يبقى دول حل. ما طب واحد يقول لي انا ممكن اتحقق، هات محصله الاثنين دول
يطبق القانون بتاع المحصلة اه بتاع قوتين ما هم قوتين متعمدتين. متعمدتين، يبقى حتى بتاعتهم اللي هي قاف اللي انا عاوزها اهو، ده تربيع 36 في 3 ب 108 108 زائد 36 يبقى 144 يطلع ب 12. 12 هي يبقى كده هو اتأكد الطالب ان فعلا دول مركبتين صح. ارجو من ابنائنا الطلبه تفهم الكلام اللي انا قلته ده، المركبه عاوز احل القوه الى مركبتين في اتجاهين متعمدين، المركبه المجاوره للزاويه، القوه في جيب تمام الزاويه، المركبه العموديه القوه في جيب هو في الزاويه جيب الزاوية. بس. تمام. تمام تمام كده. حتى بص كمان ده مش كده، افرض عندك اتجاهين متعمدين كده اهو، ميلين. اه اهو ادي اتجاه وادي اتجاه، ولازم افق راسي مش لازم. مش لازم، اهو وادي قوه اهي عامله كده، تميل بزاوية هنا 30، يبقى المركبة اللي هنا 16 جتا 30، عشان ده المجاور المجاور تاخد التانية تبقى 16 جتا جا 30. 30. تمام. يبقى ايا كان وضع القوتين المتعامدتين اللي الاتجاهين الزاوية المتعمدين الاتجاهين متعامدين، الزاوية اللي بين القوة المركبة والمحصلة تاخد جتا، تاخد جتا، والتانية البعيدة تاخد جا. طيب تمام كده. بينفعك الكلام ده في ايه يا استاذ ماهر، يا استاذ عاطف معلش، لو انا عندي مستوى وجيت ميلته، يعني مستوى موضوع عليه جسم وجيت ميلت المستوى، يعني مثلا ادي مستوى هو اهو، وجيت حطيت جسم كده كده مستقر، لو ميلته كده هنبص تلاقي القلم ابتدى ينزلق. يتحرك. طب ايه اللي بيحركه؟ مع ان مفيش قوة بتأثر عليه، مفيش، مفيش حاجة بتشد. بص قاعدة كده عندنا، اللي يحرك جسم قوة اللي يوقف جسم قوة على طول، اللي يحرك الجسم يبقى قوة، قوة اللي يوقفه اللي قوة، يثبت الجسم قوة. قوة أدام جسم موضوع على مستوى مائل، يبقى في الحالة ديت آدي المستوى المائل بتاعنا أهو، ده اللي هو ده المستوى المائل برسمه كالشكل ده، ده مستوى مائل، المستوى المائل واللي التاني ده الافقي. الافقي لو جينا فرضنا اسمها زاوية ه، حتى المستقيم اللي انا رسمته اللي هو المائل ده يا استاذ عاطف اسمه خط اكبر ميل، خط اكبر ميل. خط اكبر ميل تمام. اللي انا لو انا عملت حتى عملي اهوت اهو، مستويين ادي افقي المستوى ومائل. اهوت اهو باين كده، باين كده، ممكن يبقى كده. ده اسمه خط اكبر ميل اللي هو اللي بنقول عليه اللي هو خط ايوه اللي اللي هو عامل عمودي كده، على خط التقاطع. ايوه لو جيت رسبت مستوى عمودي على خط عمودي على المستوى ده يبقى خط تقاطع مش خط اكبر ميل، خط اكبر ميل. خط تمام اكبر ميل. تمام كده. وجيت وضعت جسم على هذا المستوى ده اهو، الجسم ده شوف اي جسم يا استاذ عاطف وزنه يؤثر راسيا لاسفل الرأسية للأسفل على أساس إن على طول، الجاذبية بتشد لتحت. اهو ادي الجسم وزنه اهو، وزنه اهو، طبعا الجسم ده موضوع لما على انا جيت المستوى ميلت الجسم المايل اتقيت القلم اتحرك وهيتحرك على المستوى نفسه موازي ايه اللي لخط أكبر هيحركه؟ ميل. نشوف لو انا حللت الوزن ده الى مركبتين، واحده في اتجاه المستوى اهو، في اتجاه المستوى كده، واحده في الاتجاه العمودي، كده انا عملت اللي هو الاتجاهين ايوه يبقى ده اتجاهين المتعامدين. متعمدين اللي هو اتجاه خط اكبر ده، دائما اي جسم موضوع على مستوى الاتجاهين بتوعه اتجاه خط اكبر ميل والعمودي عليه، اللي هو اتجاه خط اكبر ميل لو كان مايل والعمودي والعمودي عليه، عليه. يبقى بحلل في الاتجاهين دول. طب نيجي نطبق القاعده اللي احنا قلناها، الزاويه اللي فوق ديت ايه؟ طبعا في ناس هتقلب تقول لك ايه دي بتساوي هيبه التبادل والتناقض كلام تعجيز، طبعا ده هي دي بتساوي ايه؟ الزاويه دي زائد اللي جنبها 90 90 واللي دي زائد دي 90 يبقى دي بتساوي دي،
متممات زاوية واحدة يبقى ايوه متساوية. متممات الزوايا المتساوية متساوية. متساوية. بمعنى يبقى قاعدة بقى عندي عشان يقابلني الكلام ده، المستوى يميل على الأفق بزاوية 30، يبقى خط عمل الوزن مع العمودي زاوية 30. يبقى الزاوية البعيدة هناك مع العمودي 30 30 على طول. على طول 60 60 يه يه على طول. تعال بقى نحل بالقاعدة بتاعتنا. ده المجاور بقى هنا اهو، المجاور اهو، يبقى ده يبقى هنا واو جتاهي جتاهي وهنا واو جاهي. واحد يقول لي طب فين بقى اللي حرك الجسم؟ اهو واو جاهي. ما اصل الجسم هيمشي على المستوى على التحت. المستوى. يبقى هي دي اللي هتمشيه. اسمها كده مركبة الوزن الجسم في اتجاه المستوى، هي اللي هتحرك. دي اللي حركته. اه تمام؟ تمام. انما اللي في اتجاه العمود مش هتحركه. لا ما هي زي ما انا قاعد على بتشد على المستوى قاعد مش كده على هيتحرك. الكرسي ده هحركه. ما بالظبط في وزن صعب يأثر في رد فعل، ما فيش حاجه تحركني. بالظبط. يبقى هنا اللي يحرك الجسم لما حطيت جسم على المستوى مائل، يبقى مركبه وزن الجسم يبقى واو في جاي. اتجاه خط اكبر من اللي اسفل، تبقى تمام دي اللي كده؟ هتحرك. يعني مثلا لو انا جيت حتى عملي اهو بقى مساله على الكلام ده اهو. ادي مستوى مائل بيميل مثلا بزاويه 45 او 30، وحطيت انا مستوى وجسم وزنه 10 اهو، عاوز احلله مركبتين اهو. يبقى دائما وزن الجسم لما احلله الى مركبتين، واحد في اتجاه واحده في اتجاه المستوى خط اكبر ميل وواحده في الاتجاه العمودي، العمودي عليه. على طول زي ما انا قلت، يبقى بدون تفكير يبقى الزاويه ده هي على طول 30. 30 زي زاويه ميل المستوى. ايوه. ويبقى الزاويه المركبه المجاوره للزاويه ده قلنا 10، يبقى 10 جتا 30 وهنا 10 جا 30. دي حتى بيسموها ايه؟ مركبه وزن الجسم في اتجاه المستوى، اللي هي والتانيه دي هتحركه في الاتجاه العمودي على العمودي عليه. المستوى. تمام كده؟ تمام. واحد يقول لي انت عرفتنا ليه بالمستوى العمودي؟ انت حلف اتجاه متعمدين. اقول ازاي اعين محصلة عدة قوى متلاقية في نقطة؟ احنا خدنا اما يكون عندي قوتين اقدر اجيب المحصلة. طب افرض 3 قوة 4 قوة 5 قوة وعاوز اعين محصلة، يعني عاوز اجيب قوة تحل محلهم وتعمل عملهم، يبقى عاوز مقدارها واتجاهها. واتجاه. وما اصلا احنا متفقين كل شغلنا القوة متلاقية في ايه؟ في في نقطة. نقطة. طيب انا عندي مثلا ادي اتجاهين متعامدين كده، يبقى احنا اتفقنا يا استاذ عاطف عشان يبقى ايه ملخص شغلنا، ان لازم عده قوى متلاقيه في نقطه اقدر اجيب المحصله بتاعتهم. اهو ادي اهو ادي قوه في الاتجاه قاف واحد، قوة تانية قاف اتنين، قوة تالتة قاف تلاتة، كلها متلقية في نقطة. وهكذا أي عدد من القوى. أي عدد، تلاتة أربعة زي ما أنت حر. أدي قاف واحد تميل على هنا بزاوية هيه واحد، والتانية قاف اتنين تميل مثلا بزاوية هيه اتنين، وقاف تلاتة تميل بزاوية هيه تلاتة، وهكذا. تمام. اللي هم اتعلموه كان بنكتب قاف بمعلومية القوة والزاوية القطبية. ده بقى هنا هيبقى مشكلة. هنا بقى هضطر اقول ايه؟ ما هو معلش الطالب معذور حسب ما اتعلم. الاستاذ علمه نكتب القوة والزاوية القطبية، ونبقى قاف جتا مقدار القوة وزاويتها وقاف وجايب قصاد لا انا مش هعمل كده. انا هعمل القاعده اللي انا قلت زي ما هنشوف المسائل. المركبه المجاوره للزاويه يبقى بتساوي القوه في جات الزاويه. يبقى كل قوه من دي لها مركبتين، يعني حتى لو انا عاوز اجيبها بالمتجهات، يعني قاف واحد عباره عن قاف واحد جتا اه سين في اتجاه سين، وقاف واحد جاه صاد، دول المركبتين بتوعها. حتى اتعلمهم السنه اللي فاتت، كنا بنسمي قاف واحد جتا اهي المركبه الجبريه للقوه قاف في الاتجاه الاتجاه السيني. السيني. والكلام ده هينفع في الهندسه.
في الفراغيه. هندسه في الفراغيه. وبرضه دي قاف اتنين قاف واحد جاهي صاد اسمها المركبه الجبريه للقوه قاف اتجاه الصاد. اصل القوه دي يا استاذ عاطف ده متجه. قوه مقدار كميه متجهه. كميه متجهه. يبقى لها اتجاه. لها اتجاه مقدار واتجاه. قاف اتنين برضه بنفس الطريقه. اجيب قاف اتنين جتا اهي سين زائد قاف اتنين جاهي صاد. مثلا هي اتنين. صاد وهكذا. تمام. هاجي اعمل انا ايه بقى؟ هروح جامع المركبات السينيه واسميها سين. تبقى سين دي مجموع مركبات. المجموع الجبري للمركبات الجبريه للقوه في الاتجاه سين. اتجاه السين. واحد يقول لي طب انت قلت جبري. اقول لك جبري ليه؟ الجبري ممكن يكون موجب ممكن يكون سالب. تمام. كلمه جبر كده. فالقوة لو كان انا ما انا اللي هختار اعتبرت الاتجاه ده موجة يبقى الاتجاه ده سالب. لذلك يلزم ارجو من ابنائنا الطلبة اما اعمل قوة لازم اعمل اتجاهها فين. مش اعمل خط مستقيم واعمل عليها قوة واعمل عليها دايرة. لا ده فين اتجاهها؟ هل هي خارجة من النقطة ولا داخلة في النقطة؟ ده مهم جدا. حتة مهمة جدا. القوة ديت اتجاهها فين؟ هل هي خارجة ولا داخلة؟ عشان نتحدد اتجاهها في القيمه الجبريه موجب او سالب. فلما حلل مثلا فرضنا ان قاف واحد يبقى قاف واحد جتا هي واحد يبقى دي موجبه. تعالى قاف اتنين قاف اتنين جتا هي اتنين دي تبقى سالبه. تبقى سالب. هاجمع جمع جبري حسب المساله. بالظبط كده. يبقى سين ده اسمه كده المجموع الجبري للمركبات الجبريه في الاتجاه السيني. كل وجيب صاد باشارتها. ما كلمه مجموع جبري يبقى ممكن تكون موجب او ايه او سالب. يبقى انا باخدها باشارتها. صاد المجموع الجبري لمركبات القوى في الاتجاه الصادي. جبت انت سين وصاد. الله. يبقى مجموعه القوى دي كلها حولتها للمركبات. وجمعت المركبات. حولت المركبات الى قوتين في اتجاهين متعامدين. متعامدتين. واحده اسمها سين. واحده اسمها صاد. يبقى هرجع تاني للمحصله. محصله القوتين متعامدتين. الجذر التربيعي لسين تربيع. سين تربيع زائد صاد تربيع. يبقى ح الجذر التربيعي لسين تربيع زائد صاد تربيع اللي كنا بنقول قاف واحد تربيع زائد قاف اتنين تربيع. هي دي. بتاع المتعامدتين. يبقى سين دي ايه؟ وهدي مثال عليها دلوقتي. يبقى سين دي ايه؟ المجموع الجبري للمركبات الجبريه في الاتجاه سين. وصاد المجموع الجبري للمركبات الجبريه في اتجاه الصدى. يبقى انا حولت المركبات دي الى قوتين في اتجاهين متعامدين. واحده اسمها سين واحده اسمها صاد. ادام قوتين في اتجاهين متعامدين اقدر اجيب المحصله اللي هي الجذر التربيعي لسين تربيع. سين تربيع زائد صاد اللي كانت قاف واحد تربيع زائد. نيجي بقى ظاهي صاد على سين. يديك الاتجاه بتاع المحصله تانية على الاولى. تمام. عمليه سهله. نيجي نشوف مساله على الكلام ده وتطبيق مباشر اهو. بيقول لك في الشكل المقابل اوجد محصلتها القوه حيث معيار القوه بالنيوتن. قوه ادي 10 دي مجموعة من القوى المتلقية في ادي واحدة اتنين تلاتة عاوز اجيب المحصلة. لو كان قوتين كنت عملتها بالقانون اللي فات. القوانين اللي فاتت قوتين. انما هنا عدة قوى متلقة في نقطة. باجي بقى كل قوة احللها الى مركبتين في اتجاهين متعامدين. متعامدين. القوة 10 تميل على الاتجاه الافقي ده بزاوية 60 يبقى المركبة المجاورة للزاوية القوة في جيب تمام. جيب تمام الزاوية. يبقى هنا 10 جتا 60 وفوق والعموديه 10 جتا 60 ودي انتهت كده خلصنا منها دي خلاص. نيجي القوه 2 هي القوه 2 لها مركبتين. القوه 2 اللي هي في الاتجاه السين الصاد السين السالب على اتجاه سينات لها مركبتين. واحد يقول هنعملهم ازاي؟ هيبقى 2 جتا 0 و2 جتا 0 على اعتبار ان زاوية ملها صفر. صفر. فانا كنت بقول ايه بقى؟ اي قوة بتعمل في احد الاتجاهات اللي بنعلل فيها يبقى لها مركبة واحدة فقط. هي في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه. على اعتبار القوة القيمة التانية بصفر. بصفر.
ما تبقى قاف جا صفر جا صفر بصفر. وجا صفر بصفر، ان يبقى ليها علمنا. مركبه واحده هي القوه في نفس الاتجاه، لذلك القوه 2 دي هي مركبه واحده 2 في الاتجاه ده، يبقى في اللي هو في اتجاه السالب. في الاتجاه السالب. نيجي 2 جذر 3 ما بتعمل في عدد الاتجاهات اللي احنا بنحلل فيها، يبقى ليها مركبه ايه؟ واحده، هي في نفس الاتجاه. في نفس الاتجاه. يبقى القوه تحولت لمركبات في الاتجاه الافقي ومركبات في الاتجاه الايه؟ الراس. هجيب سي 10 جتا 30 اللي هي مجموع المركبات الجبريه لمركبات القوه، فدي موجبه، انما دي في الاتجاه. شو لذلك ابنائنا الطلبه السهم مهم جدا يا استاذ شعبان. انا يعني انا بعاني، ايوه والله بعاني. يا حبيبي لازم في سهم يدل على ان في قوه، هو في قوه يدل على اتجاه القوه. القوه كميه متجهه، لازم راس السهم ده عشان يعرفني اتجاهها كده ولا كده. تمام. فهنا 10 جتا 60 ناقص واحد. قلت عملت ناقص ليه؟ انا اعتبرت الاتجاه الايمن ده موجب، موجب اللي على الشمال سالب، سالب. يبقى ناقص 2. تمام كده. يبقى هنقول جتا 60 بنص يبقى 5 ناقص 2 يطلع ب3. دي كده المركبات في اتجاه س، مجموع مركبات في الاتجاه السيني. نيجي صاد، هنعتبر الاتجاه اللي فوق موجب واللي تحت سالب، ففي فوق 10 جا 60 في الاتجاه المضاد 2 جذر 3. 10 جا 60 يبقى 5 جذر 3 ناقص 2 جذر 3 يبقى 3 جذر 3. اصبح عندي قوتين في اتجاهين مالهم متعامدين، واحده اسمها سين سين والتانيه صاد. حتى لو انت جيت وضحتها على الرقتين اهو، اوضحها على الرسم اللي هو المركبات اللي انا عملتها اهو، السين طلعت موجبة اهي 3، الصاد طلعت موجبة لفوق فوق، ويبقى المحصلة بينهم اهي. يبقى الشكل ده بقى هو الشكل النهائي للقوة بتاعتي كلها بتأثر على الجسم. اختزلناها، اختزلناهم للقوتين دول القوتين. وبالتالي يبقى ح الجذر التربيعي 9 زائد 27 27 يبقى جذر 36 يبقى 6 نيوتن. كده انا جبت محصله القوتين دول اللي هم كانوا محصله القوات اللي الثلاثه المقدار. فاضل الاتجاه ظاهر هتساوي ص على س، ص على س 3 جذر 3 على 3 يبقى جذر 3، يبقى الزاويه 60 60. يبقى اقول له كده اوصف المحصله، ولازم وصفها بتميل على مين. يبقى المحصله بتساوي 6 نيوتن وتميل على القوه الاولى او على اتجاه السين الموجب ب 60 بزاويه 60 درجه بس. تمام كده. يبقى انا كده جبت محصله ثلاث قوى حللناهم في اتجاهات متعامده، متعامدين. قالوا كلهم لقوتين اتنين متعامدتين، طبقت قانون محصله قوتين متعامدتين. ايوه. يبقى ح بتساوي الجذر التربيع لس تربيع زائد ص تربيع، وجبت زاوية ميلها، يبقى انا جبت مقدارا واتجاها. واتجاها. تمام. افرض 3 4 بقى على نفس الايه؟ النمط. على نفس النمط. هنشوف. طيب. نيجي بعد كده واحدة تانية اهو، عدة قوة اهي. قال لك في الشكل المقابل القوة التي معيارها بالنيوتن اهو في الاتجاهات الموضحة بالشكل اوجد محصلة هذه القوة. كم قوة؟ عبارة عن واحد اتنين تلاتة اربع قوة، اربعهم ادي. بص معايا يا استاذ عاطف، معلش هتبقى الخط. لا ما حضرتك. لا لا اهو اهو ممكن نعملها رسمة او تاني اهو، هكبر الخط اهو. ده شرق غرب شمال جنوب. تمام كده. طب شعبان، طب معانا تليفون. اهلا وسهلا. معانا تليفون، ابنائنا الطلبة بدأوا يتواصلوا. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الله يسلمك يا حبيبي. مين معانا؟ انا احمد يا مستر. هو استاذ محمد معايا؟ استاذ محمد الديب؟ لا محمد، لا استاذ عاطف. انا معاك استاذ عاطف. عاطف استاذ شعبان. ازيك يا استاذ عاطف، عامل ايه؟ الله يسلمك يا حبيبي. او مستر شعبان، عامل ايه كده؟ مش كويس؟ الحمد لله، الحمد لله بخير. بصراحه يا مستر، بصراحه يعني انا عايز اشكركم على المجهودات بصراحه اللي انتوا بتعملوها معانا بجد، وربنا يجعل كل ده في ميزان ربنا يخليك يا حبيبي. احمد انت في سنه ثالثه ولا خلصت؟
لا انا بعمل معادله ولسه ما امتحنتش، ادعوا لي انا امتحان الميكانيكا بتاعي يوم 10/9 ان شاء الله. ربنا معاك حبيبي، ربنا معاك ويوفقك. ازيك يا مستر، عامل ايه؟ الحمد لله الحمد لله. والله يا مستر حبيت اتصل بيكم وارحب بعوديتكم بصراحه. الحمد لله، ربنا يخليك حبيبي، ربنا يوفقك كده ان شاء الله. وتراجع، هو انا يعني الامتحان بتاعكم اصل هو الرياضه القديمه، فربنا يوفقك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. ماشي خلاص، ماشي، مع السلامه. متشكرين، متشكرين احمد على الاتصال بتاعك. ماشي، ربنا يخليك، بالتوفيق ان شاء الله. مع الف سلامه. ان شاء الله، مع الف سلامه، مع السلامه. نيجي 16 موجوده في اتجاه الشرق، واحنا اتفقنا لو قوه بتعمل في احد الاتجاهات اللي احنا بنحلل فيها لها مركبه واحده فقط في نفس الاتجاه، في نفس الاتجاه، يبقى 16 لها مركبه واحده فقط، ادي 16. نيجي الاربعه بتميل على الاتجاه الشرقي بزاويه 60، لها مركبتين، واحده في اتجاه السين والثانيه في اتجاه السين. اربعه اللي جنب المجاوره تاخد جتا 60، والعموديه تاخد جا 4 جا 60. نيجي 8 جذر 3 تميل على الاتجاه الغربي بزاويه 30، يبقى المركبه المجاوره للزاويه 4 8 جتا 30، جذر 3 جتا 30، و8 جذر 3 جا 30، جذر 3 جا 30. الأربعة جذر 3 في اتجاه الجنوب ملهاش غير واحدة، مركبة واحدة هي نفسها في نفس الاتجاه، جذر 3 بس في نفس الاتجاه. يبقى أنت حولت القوى اللي هي الأربعة مدركة في نقطة إلى مركبات في الاتجاه الأفقي ومركبات في الاتجاه الإيه؟ الرأسي. متعامدين. متعامدين. أجيب سين بقى 16 عشان اتجاهها كده في اتجاه الموجة، والله زائد 4 جتا 60 ناقص 8 جذر 3 جتا 30. هتجمع دول بالآلة بتاعتك هتطلع سين إن شاء الله بستة لما تعملها بالآلة. نيجي نجيب صاد 4 جتا 60 ناقص 8 جذر 3 جا 30. واحد يقول انت عملتها ناقص ليه؟ عشان في الاتجاه المضاد، اتجاه السالب، والثانيه سالب 4 جذر 3، هتطلع صاد في الاخر بسالب 6 جذر 3. يبقى انت عملت ادي س ب 6 6 موجبه وصاد بسالب 6، حتى لو انت جيت رسمت القوتين دول أيوة. هتطلع قوتين في اتجاهين متعامدين اهو، وهيبان وضعهم كمان زاويتهم فين. ايوه اهو، زي ما انت عارف ده شرق ده غرب ده شمال ده جنوب، دي ستة في الاتجاه ده، التانية صاد بالسالب يبقى لتحت، لتحت ستة جذر تلاتة. هات لي ح هات ح بتساوي الجذر التربيعي س تربيع زائد ص تربيع يبقى 36 زائد هيبقى سالب 6 جذر 3 تربيع يبقى 180 يبقى جذر 144 يبقى 12 نيوتن. هات الاتجاه ظاهر ص على س. واحد يقول لي بقى لما نعمل ص على س هي سالب دي وظيفتها؟ حدد لنا الاتجاه. مش صوت طلعت بسالب 6؟ سالب 6 يبقى معنى لتحت، تقع في الربع الرابع. ايوه، يبقى لابد ان المحصله بينهم اهي هتقع في الربع الرابع. ايوه اهو اهو، يبقى دي المحصله. صاد بقى هنا ما احطش سالب، احط صاد الموجبه، القيمه الموجبه بتاعتها. ايوه ما انت انا خلاص حددت وظيفته، حددت الاتجاه، حددت لك الاتجاه فين، موضعها فين بالظبط، فين موضعها في اتجاه فين بالظبط، هل الشرق الشمال الجنوب. انا كده حددت الموضع فعايز القيمه. يبقى 6 جذر 3 على 6 يبقى بجذر 3 يبقى هي ب 60 درجه، يبقى الزاويه هنا 60 درجه اهي، يبقى الاشاره السالبه بتعين لي موقع القوه المحصله فين، القوه فين،
اتجاه اتجاهك المركبة، مجموع مركبات في ايه؟ بتقع فين؟ في اي، في اتجاه فاضل لي بقى المركبة القيمة بس. سمسضة على س. وفي الحالة دي بقى يبقى لما نوصف المحصلة، يبقى المحصلة بتساوي 12 نيوتن وفي اتجاه 60 درجة جنوب الشرق. جنوب الشرق ب 60 درجة. ب 60 درجة، يعني طب تميل على اتجاه الشرق بزاوية 60. تمام كده، معناها كده. ولو رسمتها كده وقلت بتميل بزاوية 60 هاخد الدرجة كمان. طبعا على اساس ان الرسم طبعا ده انا كده وضحت له كل حاجة. تمام. ساعات يديك في الشكل الهندسي، يرسم لي شكل هندسي. تاني ابنائنا الطلبة، ارجو ان احنا نحل بطريقه التحليل في اتجاهين متعامدين محصله عدد قوه، بلاش حكايه الزاويه القطبيه دي ما خالص. الزاويه القطبيه دي كان لشغل سنه تانية. شغل سنه تالته اللي هيفيدني ويهمني هو ده. تمام طيب، ماشي معانا تليفون تاني استاذ ماشي شعبان، ماشي. انا وسع. استاذنك. الو 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 السلام عليكم. الو الو، ايوه معايا مين؟ ايوه يا حاضر. حبيبي، مين معايا؟ انا كنت مع حضرتكم السنه اللي فاتت وبطلت اشكركم، يعني اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيك، يعني انت كنت في سنه ثالثه السنه اللي اسمي فاتت. شعبان. اهلا، ازيك ازيك ازيك. ها اسم اشرف حضرتك؟ سنة. ها اشرف من المنيا. ازيك يا اشرف؟ اشرف الحمد لله كويس. كنت بتصل اشكركم والله على السنه اللي فاتت وجودكم معانا. ربنا يخليك حبيبي. طب انت عملت ايه؟ انا الحمد لله 117 في الرياضه. 117 في الرياضه. طيب كويس، برافو عليك. دخلت فين؟ طيب انت حاسس كان كويس يا احمد أشرف. ولا ايه؟ اشرف يا اشرف. اشرف ايوه نعم سهل. امتحان السنه كان كويس. ايوه كان سهل الصراحه. هل بره الكلام اللي احنا قلناه بالامانه؟ لا انا بالامانه كنت متابع القناه من اول حلقه لغايه الاخير، انا ليله الامتحان كنت بسمع ما كنتش بذاكر. طب الحمد لله. طب الحمد لله. الحمد لله. الصراحه وربنا يوفقك ان شاء الله في الكليه اللي انت دخلتها ونشوفك كويس بقى. بالتوفيق وربنا يطمنا عليك حبيبي، متشكرين جدا على اتصالك. نعم متشكرين جدا على اتصالك. اعتقد يا استاذ شعبان المجهود اللي بذل السنه اللي فاتت لا 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 والله بانت. العظيم احنا بنشتغل بما يرضي الله عشان بانت. نفيد لله. الحمد لله، لان الحمد طبعا لله. كان في ناس كتير جدا بيقول لك يعني ايه ملهاش اهميه وما بيقللوا من شانها ومن لا 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 ازاي، لكن ده في والله ناس كان كتير لها رد فعل عالي جدا جدا. الحمد لله. والحمد لله ربنا يبارك لكم في المجهود اللي بتبذلوه. الحمد لله ربنا يخليك. جه قال لك ايه مساله بقى، راح عامل لك شكل هندسي وده هيجي كتير معانا، بيقول لك ألف ب ج ده المستطيل. ده كده ما سابنيش حر بقى وارسم انا محاور بنفسي. لا لا ده هو جابها، هو يقول لك او عربي يقول لك ألف ب ج ده المستطيل. اثرت قوه، قال لك مثلا ألف ب طوله 8 سم وب ج طوله 6 سم. بيوصف ارسم. بيوصف. ونيجي قال لك اثرت قوه بقى 2 في اتجاه ألف ب، يبقى لازم من ألف لب. السهم من ألف مهم جدا بقى. والسهم. وبعدين يقول لك مثلا 5 في اتجاه ألف ج و3 في اتجاه ألف د. انت ملاحظ يا استاذ عاطف القوه كلها متلقاه في ايه؟ خارجه من الف. خارجه من الف في نقطه الف. ان شاء الله في ثالثه بقى مش شرط في اي اتجاه هناخد الكلام ده ان شاء الله. ما الاستراتيجيه زي ما قلت، اما قوه متلقاه او قوه غير متلقاه، بعدها متلقاه وبعدها متوازي. خلاص فبرسم القوه، فده موضوعنا في سنه ثالثه. في سنه ثالثه يبقى ان شاء الله شغله الثاني. لكن هنا خارجين كلهم من نقطه الف. من نقطه الف هتفيدني بحاجه؟ عاوز اجيب المحصله، واحنا خدنا محصله عنوان الدرس كده، محصله عده قوى متلاقيه في نقطه. فالقوه هنا كم بقى؟ كم قوه؟ ادي 2، ادي 5، ادي 3، 3 قوى. 3 قوى. هاخد اتجاهين متعامدين انا بقى، خلينا نصحى. طب ما انا عندي اتجاهين متعامدين اهو، ادي اتجاه اللي هو يعتبر ا ب والعمود عليه، يعني هعتبر نقطة التلاقي دي هي نقطة الأصل تمام للمحورين المتعامدين. للمحورين اهو. عملية سهلة جدا. فين القوة بقى اللي هتتحلل؟ في عندي قوتين ملهمش لهم مركبة. مركبة واحدة مركبتهم هي هتحلله. يبقى هتحلل الخمسة اللي في اتجاه القطر ألف جيم. هي قوة واحدة اللي هي خمسة في اتجاه ألف جيم. ده مش مديني زاويتها كمان. فانا سميتها زاويه هي. طب فاجأ انا بحتاج الجا والجتا. ما هقول لك. ما اما يا استاذ عاصف يديك قياسها تا
30 60 45 او يدخلها في مثلث قائم الزاويه معمول معلوم اطوال اضلاعه. يبقى هستخدم المثلث ده والنسب بتاعته. تمام. يعني لذلك هنا المثلث ا ب ج، لو انا جيت رسمته كده اهو بره خالص، الكلام ده كله ان شاء الله ان شاء الله طول السنه اهو، وهو لسه متصل، هو اشرف لسه متصل بينا قال لك انا كنت بتابع البرنامج، متابع الحلقات معانا وبفضل الله والحمد لله جنبه 17 درجه كويسه طبعا طبعا درجه ممتازه 120 ممتاز جدا. الضلع المقابل للزاويه هي 6 وده 8 يبقى ده 10 في صورص، في صورص 10 على طول. في طلبه يقول لك ايه نبسطها شويه يبقى 3 4 5 هي نفس هي نسب. هي ما نسب لا نسب انت نسب اهو ممكن اعمل كده اهو ادي ايه 3 4 5 تمام كده ممكن اجيب جوجتا اجيب جوجتا. فلما نيجي نحلل بقى الخمسه اللي هي مركبتين يبقى هنا 5 القاعده بتاعتي المجاوره تاخد جتا يبقى القوه في جتا الزاويه يبقى 5 جتا هي الثانيه ديت 5 جا هي بس واجيب س بقى دول هيبقى 2 زائد 5 جتا اهي زائد 5 جتا اهي ب 4 على 5 اهو من المثلث القائم اهو المجاور على الوتر الخمسه راحت من الخمسه يطلع يبقى س ب 6 6 يبقى كده مركبه اتجاه سينات 6 هات صوت يبقى 3 زائد 5 جاه 3 زائد 5 جاه المقابل على الوتر 3 على 5 هيطلع ب 6 يبقى س ب 6 وصاد ب 6 يبقى ها الجذر التربيع س تربيع زائد صاد تربيع يبقى 36 زائد 36 هيطلع 6 جذر 2 طيب نوت. طالب كده دماغه شطحت كده استاذ شعبان زي كده دلوقتي حضرتك قلت القوتين 6 و6 طب لو خطر في بالي القوتين متساويتين يس يبقى في اتجاهين متعمدين ومتساويتين يبقى 2 قاف جتا هي على 2 يبقى 2 قاف جتا هي على 2 يعني 2 في 6 جتا 90 على 2 يعني ممكن استخدم كده ممكن استخدم كده عادي او قوتين دي قوتين متعمدتين يبقى انا كده فيها ميزتين يا متعمدتين يا اما بالمحصله انا عملت اساسا عملت المحصله اساسا انا عارف اصبح قوتين متعمدتين بجيب المحصله على طول يبقى الجذر التربيع س تربيع زائد ص تربيع او 2 في 6 جتا 90 على 2 على جتا 45 وجتا 45 بجذر 2 على 2 تطلع برضه 6 جذر 2 6 جذر 2 يبقى هي هي. طيب فاضل مين؟ الاتجاه ظاهر ص على س الص قيمتها س موجبه والصاد موجبه والاثنين ب 6 و6 يبقى واحد بالظبط كده يبقى زاويه كام؟ 45 درجه يبقى المحصله 6 جذر 2 وتميل على الاتجاه ا ب بزاويه 45 تمام كده تميل على ا ب بزاويه 45 وبرضه لو استخدم قوتين متساويتين قوه بتنصف بتنصف يبقى 45 يبقى 90 بتقسمها 45 و45 تمام كده نيجي يبقى احنا عرفنا المحصلات. ما هو المنهج ايه؟ محصلات واتزان. بالظبط يبقى في محصله في اتزان. بس. يعني كلمه اتزان دي لسه حضرتك هتقولها قدام، اتزان يعني محصله بصفر. ايوه هنشوف بقى دلوقتي الاتزان. طيب انا عندي في الاتزان اما اتزان جسم تحت تاثير قوتين متلاقيتين، اتزان جسم تحت تاثير ثلاث قوى متلاقيه، اتزان تحت تأثير عدة قوى متلاقية. قوتين أو ثلاثة أو عدة قوى. نيجي القوتين. معايا سيادتك أنت معاك مسطرة وأنت بتشد وأنا بشد والمسطرة ساكنة. الله. معنى ساكنة يبقى القوة اللي أنت بتشد بيها مقدارها قد القوة اللي أنا بشد بيها مقدارها. زي اللي قلناها بتاعت لعبة شد الحبل حضرتك قلت لي ده في الاتزان. يبقى القوتين متساويتين في المقدار. متضادتين في الاتجاه ويجمعهما خط عمل واحد. يبقى كده في قوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه يجمعهما خط عمل واحد. اصل في تعريف قدام هناخده
قوتين متساويتين في المقدار متساويتين في الاتجاه لا يجمعهما خط عمل واحد، هنسميه ازدواج. ازدواج يبقى لو اتنين مش على خط واحد هيعمل ازدواج. ازدواج بس مش مجالنا دلوقتي عشان من ايه ما انتوشي. اهو ادي ادي واحد، ادي قوه في الاتجاه ده قاف وقوه في الاتجاه التاني قاف، يبقى القوتين متساويتين في المقدار متضادتين في الاتجاه يجمعهما خط عمل واحد. عمل واحد ده الاتزان. يبقى كده اتزان جسم تحت تاثير قوتين اتنين. ايوه لذلك خد بالك لو يجي راح مديك عند القوه وقال لك اوجد القوه التي تتزن مع هذه القوه، اجيب المحصله يعني خليهم كلهم يبقوا قوه واحده. قوه واحده يبقى اللي بتتزن يبقى زيها بس في الاتجاه الايه المضاد. يبقى لو اداني مجموعه قوه وقال لي انا عايز القوه اللي بتتزن معاهم اروح جايب المحصله استبدل كل ده بقوه واحده اللي هي المحصله يبقى اللي بتتزن معاها زيها بس في الاتجاه الايه في الاتجاه المضاد. تمام كده تمام. يبقى ده زي ايه كمان اقول لك اتزان. انا متزن تحت تاثير قوتين، وزني ورد الفعل الكرسي عليا، وزن الراسيه اللي اسفل ورد الفعل الراسيه اللي اعلى عكس بعض. اللي هو القانون الثالث لنيوتن. لا هنا بقى ماشي لا لا هنا القوتين بيأثروا فيا انا بالظبط كده، وزني ورد الفعل فيا وانا قاعد، انما غير بتاع كل فعل رد فعل ده حاجه تانية مساوي في المقدار. لا انما هنا انا في كم قوه بتأثر عليا؟ قوتي وزني ورد الفعل رد فعل اعلى عليا. غير ضغطي. غير الضغط. الضغط ده هناخده في انشاء الرابع في نيوتن الثالث. الضغط هو رد الفعل، بس الضغط ناتج رد الفعل او رد الفعل ناتج الضغط. تمام. طيب المهم انا كده متزن على اساس القوتين وزني ورد الفعل. تمام كده؟ مثلا حاجه متعلقه في السقف. متزنه. متزنه، وزنها والشد في السلسله اللي حامله الجسم. يبقى يعني عامل كده اهو. ادي اهو ادي جسم كده اهو. وادي السقف كده مثلا وادي جسم كده اهو. يبقى ادي قاف وادي شين كده متزن. لو متعلق في السلسله يبقى قاف وشين. ما لو كان لو ما اتزنش كان قاف تبقى اكبر كان هيقطع الخط ويقع. انما طول ما هو متزن يبقى كده بالظبط كده. يبقى الاثنين طيب. قد بعضها عكس الاتجاه. تمام. نيجي في حته بقى مهمه جدا. لو انا عندي عده ثلاث قوة بس والجسم متزن تحت تأثير الثلاث قوة دول وكان خط عمل قوتين منهم متلاقين في نقطة، يبقى لابد ان خط عمل القوة الثالثة يمر بنفس النقطة. لازم. تاني. لو انا عندي جسم او اي ايا كان متزن تحت تأثير ثلاث قوة متزن تحت تأثير كام؟ ثلاث قوة. هو قال لك متزن وعندي منهم خطي عمل قوتين متلاقين في نقطة اهم، يعني في قوتين منهم متلاقيتين في نقطة غصب عنا، يبقى القوة لازم خط عمل القوة التالتة يمر بنفس النقطة. لازم تمر بيه. لازم اهو. يعني القوة بعيدة كده حتى تأثيرها هو اهو امدها لازم تمر بنفس النقطة. لازم تمر بنفس النقطة. ودي ده شرط اساسي. شرط اساسي. تاني اذا كان عندي جسم متزن تحت تأثير ثلاث قوى وكان خطي عمل قوتين منهما من متلاقيتين في نقطة، يبقى لابد ان خط عمل القوة الثالثة يمر بنفس النقطة. تمام. يبقى شرط اتزان جسم تحت تأثير ثلاث قوة ان لازم خطوط عملهم الثلاثة تتلاقى. طالما لا بس استاذ عاطف، طالما في قوتين متلاقيين في نقطة، قوتين منهم متلاقيين في نقطة، يبقى القوة الثالثة تمر بنفس النقطة. تمر بنفس النقطة لازم. تمام كده. نيجي بنستنتج بقى قاعدة اسمها قاعدة مثلث القوة. بتقول قاعدة مثلث القوة، لو انا عندي ثلاث قوة، ادي ثلاث قوة متلاقية في نقطة ومتزنة. ثلاث قوة متلاقية في نقطة ومتزنة. كم شرط دول؟ ثلاث قوة متلاقية في نقطة ومتزنة. يبقى ثلاث شروط. ثلاث شروط. فبيقول لك ايه بقى؟ ادي مثلا ادي قاف واحد اهي، وادي قاف اتنين، وادي قاف تلاتة متلاقى في نقطة، ورسم مثلث أضلاعه
توازي خطوط عمل القوى التلاتة في ترتيب دوري واحد. كان مقادير هذه القوة تتناسب مع أطوال الأضلاع المناظرة لها. إيه الكلام ده؟ أدي تلات قوى متراكة في نقطة، جيت بر هرسم مثلث أضلاعه بتوازي خطوط عمل القوى. أهو يعني أجي من هنا أهو أرسم ضلع يوازي خط عمل مثلا قف واحد أهي. أهو. وادي أهو. قف اتنين. وادي. قف تلاتة. التلاتة مثلا ده ألف. عمل وضع مثلث. أهو. أدي قف واحد. أدي قف اتنين. أدي قف تلاتة. فبنستنتج حاجة ظريفة جدا. إن القوة على الضلع اللي بيمثلها. بيساوي القوة التانية على الضلع اللي بيمثلها. بيساوي القوة التالتة على الضلع اللي بيمثلها. ده اللي بيقول لي بقى إن القوة متناسبة مع أطوال أضلاع المثلث. المثلث. دي قاعدة مثلث القوة. إذا رسم مثلث، بس طبعًا لازم توفر الإيه؟ الشروط التلاتة. التلات شروط. اتزان، تلات قوة متلاقة في نقطة. لازم كده. ورسم مثلث أضلاعه توازي خطوط عمل القوة التلاتة. الله عملها بتوازي خط عمل القوة الثلاثة. فإن مقادير هذه القوة تتناسب مع أطوال الأضلاع المناظرة لها. يعني القوة على الضلع بتاعها قف واحد بيمثلها ألف ب يبقى قف واحد على ألف ب، قف اتنين يمثلها ب ج يبقى قف اتنين على ب ج على ب ج، وهكذا. في بعض الناس يقول لك ايه؟ طب ما انا اقدر ارسم الكلام ده في الشكل. اعمل ازاي؟ هرسم مثلا ده ميم، يبقى ميم ألف يمثل قف واحد. ينطبق، ما هو كلمة توازي أو انطباق نفس المعنى. يبقى ميم ألف بينطبق على قف واحد، وضلع بيوازي أهو، وضلع امتداد أهو، يبقى ده مثلث القوة. ميم ألف جيم، يبقى دي قف واحد، ودي قف اتنين، ودي قف تلاتة. وطبعا لازم تبقى مأخوذة في ترتيب دوري واحد، يعني الأسهم ماشية ورا بعضها. لازم. لذلك بيقول لك ايه؟ ضلع بينطبق، كنت علم العيال كده. ضلع بينطبق، ضلع بيوازي، ضلع امتداد. يعمل لك قاعده مثلث القوه. طيب في قاعده تاني، اذا اتزن ثلاث قوى متلاقه في نقطه فان مقادير هذه القوه تتناسب مع جيوب الزوايا او جيوب الزوايا المحصوره بين كل قوتين. يبقى بدل اضلاع تتناسب مع اضلاع القوة يعني مع جيوب الزوايا. في مثلث القوة كنت بضطر ارسم مثلث. هنا بقى ادي ثلاث قوى. قاعدة تانية بقى. قاعدة تانية بنسميها قاعدة ايه؟ لام. والثلاث شروط اتزان ثلاث قوى متلاقية في نقطة. اهو ادي قوة وادي قوة وادي قوة. اهو تلات قوة متزنة ومتلاقية في نقطة. ادي قاف واحد، ادي قاف اتنين، ادي قاف تلاتة. بيقولك ايه بقى؟ فإن مقادير هذه القوة تتناسب مع جيوب الزوايا المحصورة بين كل قوتين او بين الأخرتين، تتناسب مع خط عمل كل قوتين. يعني مثلا قاف واحد الزاوية بين من خط عمل قاف واحد، قاف اتنين وقاف تلاتة اهي هي واحد. يبقى قف واحد، يبقى قف واحد على جاه قف اتنين وتلاتة. قف اتنين تبقى الزاوية اللي بينها واحد وتلاتة. يبقى قف اتنين على جاه اتنين. قف تلاتة على جاه تلاتة اللي بين واحد واتنين. بس يبقى في قاعدة مثلث القوة، القوة تتناسب مع الأضلاع المناظرة. والتاني مع جيوب الزوايا. مع جيوب الزوايا. يبقى لذلك مثلث القوة عشان تطبقها لازم أنشئ مثلث القوة وأعرف أطوال الأضلاع أو النسبة بين أطوال الأضلاع. إنما قاعدة لامي مش محتاجة الأطوال. أعمل الزاوية بين خط عمل كل قوتين. ودي بنستخدمها كتير بقى. قاعدة لامي دي. اكتر من قاعده مثلث القوه. عشان مثلث القوه بيحتاج اطوال، لكن دي زوايا. زوايا خلاص. تمام كده. تمام كده. يبقى احنا خدنا بقى دلوقتي ايه؟ اتزان بتاع تاثير قوتين، قوتين وتلات قوى متلاقيه في نقطه. متلاقيه في نقطه. طب لو عندك عده قوى متلاقيه في نقطه
معنى عدة قوى متلاقية في نقطة متزنة يعني ما فيش محصلة. كلمة متزن يعني المحصلة بصفر. يعني س بصفر وص بصفر. مجموع المركبات الجبرية في الاتجاه يعني س معنى كده بصفر. لو انا حللت في اتجاه س يبقى كله بصفر. كله بس مجموع اعملها معادلة. المركبات الجبرية في اتجاه س بصفر. ومجموع المركبات الجبرية في اتجاه ص بصفر. يبقى انا بعمل معادلة بصفر ومعادلة بصفر. يطلع س بصفر وص بصفر. لذلك اذا اتزنت. اذا شرط. اذا اتزنت. شرط اذا اتزنت. عدة قوى متلاقية في نقطة. فانه ينعدم مجموع المركبات القوى في اتجاهين متعامدين. على اعتبار ان لو حللناهم في اتجاهين متعامدين متعامدين يطلع مجموع المركبات بصفر. ايوه السين بصفر والص بصفر. تمام. ما هو معنى ما فيش محصله. ما من الاتزان. ما فيش حاجه ما فيش حاجه اتنقلت. الجسم ساكن. في مكانه بس بيأثر عليه مجموع قوى وهو متزن. متزن. تمام كده؟ يبقى كلمه اتزان ديت مهمه جدا. اذا اتزن جسم. تحت تأثير عدة قوى متلاقية في نقطة. تمام. فإنه ينعدم يعني يساوي صفر مجموع المركبات الجبرية في اتجاه المتعامدين. والعكس لو طلع س بصفر وص بصفر يبقى القوى متزنة. يبقى لو أنا عندي إذا اتزن جسم تحت إذا اتزن تحت تأثير مجموعة من القوى المتلاقية في نقطة المتلاقية في نقطة يبقى بينعدم المركبات السينية المركبات الجبرية في اتجاه سين والمركبات الجبرية في اتجاه صاد. ولو العكس كلمة متلاقى في نقطة دي مهم طبعا ده عشان احنا هناخد قدام شوية في الاتزان العام جايز يكون قوة مش متلاقية. كان في شرط تالت. القوة مش متلاقية. لو القوة مش متلاقية في نقطة. يبقى بنقول سين بصفر وصاد بصفر والعزوم بصفر. والعزوم. ما هو في حاجة مهمة اصلا يا ده احنا دخلنا كده في الاتزان العام. ما اصل في حاجة برضو ما اصل دي مفاهيم حتى مدرس تالتة ما يقول تانية ما يقولها لأبناء الطلبة. ايه المشكلة؟ ما هو إذا أثرت على مجموعة من القوى في الجسم إما بتعمل آت إما بتنقله أو بتدوره بتدوره أو يفضل سهل متزن. تنقله يبقى لها محصلة. تدوره يبقى ازدواج يبقى لها عزم. يبقى في عزم. ما هو العزم هو مقدره القوى على اعداد دوران في الجسم. دوران في الجسم صح كده. متزن يبقى لا هتنقله ولا هتدوره. هتدوره يبقى بصفر. يبقى بصفر. ده اسمه الاتزان العام. انما طول اللي احنا شغالين متلاقى في نقطه يكفي الشرطين س بصفر وص بصفر. الشرط الثالث ده لا. لا مفيش. مش عندنا الوقت. مش عندنا دلوقتي. تمام. تمام لما ناخد قدام عندنا درس اسمه الاتزان العام. الاتزان العام. العكس بقى. لو قلنا س بصفر وص بصفر يبقى القوى مالها؟ متزنة. بس شرط القوى مالها؟ متلاقية في نقطة. يبقى الموضوع بتاعنا كله القوى بتاعتي متلاقية في نقطة. لو كانت متزنة يبقى المحصل ده تقريبا مالها سنة تانية. نيجي نشوف بقى مسائل على تطبيق الكلام ده. ناخد مسائل تطبيق على الكلام ده. يقول لك ايه مثلا؟ حتى في حاجة تانية قبل ما ننسى عشان ما تطلش منها. ازاي نحدد اتجاه رد الفعل؟ اتجاه رد فعل رد الفعل بقوة. لو جيت وضعت جسم على مستوى املس افقي املس يبقى رد الفعل عمودي على هذا المستوى. رد على فعل الجسم على المستوى عمودي. يبقى ادي اهو ادي جسم وضعناه على مستوى املس يبقى رد الفعل كده عمودي على المستوى. رد الفعل عمود على المستوى. وزن الجسم الاسفل رد الفعل عمودي على المستوى. طيب اذا جينا فرضنا قضيب ارتكز على وتد على مسمار. مسمار مدوق في حيطه وحطينا قضيب عليه كده. يبقى رد الفعل عمود على القضيب. يعني عامل ازاي؟ رد فعل المسمار عمود على القضيب. عمود على القضيب نفسه. يعني مثلا ادي حيطه حيطة حائط رأسي أملس وجيت عندي قضيب كده أهو أحد طرفيه أهو مرتكز على حائط رأسي أملس وده قضيب منتظم يبقى وزنه بيأثر في المنتصف أهو وزنه
رد فعل الحائط الأملس عمودي. عمودي عليه أهو، عمود على الحيطة أهو، آدي رد فعل. وفي هنا وتد، بترسم كنقطة كده وتد أهو كده مسمار. أنا شايفه نقطة، نقطة أهو، بعمل مقطع رأسي. يبقى رد الفعل الوتد أهو عمودي على القضيب أهو. والقضيب في حالة اتزان دلوقتي تحت تأثير كم قوة؟ وزنه ورد فعل الحيطة الحائط الرأسي ورد فعل الوتد، ورد فعل الوتد بقوا ثلاثة، بقوا ثلاثة. لازم يتضاقوا في نقطة عشان في اتنين اتقابلوا في نقطة. أيوة هو. مثلا رد الفعل اللي هو بتاع الحيطة اللي هي الأملس والوزن عرفته، إنما رد فعل الوتد عمودي على القضيب صحيح، يبقى لازم امتداده يمر بنقطة انطلاق رد الفعل الحيطة والوزن اللي فات. لازم القاعدة اللي أنا قلتها أهو، يبقى هي دي القاعدة صح. يبقى تلاقوا في نقطة، وده في مثال حتى في ثالثة ثانوي على الكلام. تمام قضيب يعني ارتكز يعني على يعني شغل سنة تانية لو اتقال برضو والحتت الصغيرة اتقالت فيه زيادات اللي هو محتاجها دي هتخدمني في ثالثة. يعني مش جدا. هو مش هتضيق كده. لا 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 خلاص بقى، احنا دلوقتي احنا بنوسع الايه الحقل شويه، بنوسعه. تمام لازم نفهم الكلام ده. انا شوف انا ضد حكايه الوقت دي بتيجي في الامتحان، دي ما تجيش في الامتحان. الرياضه ما هيش كده، الرياضه فهم، تفهم الموضوع بيقول ايه عشان ما تتوهش. ده اللي عايز يتعلم رياضه، ما هي لازم اللي عايز ينجح، ما هو اللي بتاع بيبقى العيال بيقيس او ابدانا الطلبه بتقيس اللي بتاع صعب وسهل منين؟ اللي فاهمه. اللي فاهمه. اشوف الطالب اللي اتصل بينا اشرف قال لك الامتحان كان سهل جدا وكويس قوي عشان فاهم هو كان بيعمل ايه، فهم الاساسيات. هتلاقي بقى الدرجات الانسة دي مثلا ايه سهو بتاع، انما كان مفهمه هو فاهم، هو فاهم، عمره ما هيجيب 117 اللي كان فاهم. بالظبط عمره يكون حافظ ويجيب الدرجة ابدا. خالص. يبقى دلوقتي لو القضيب اتزق على وتد يبقى لابد رد الفعل عمودي على الوتد. تمام كده؟ تمام. طيب فرضنا مسائل برضو على ردود الافعال دي. لو انا عندي قضيب بيدور حول مفصل كده اهو، والمفصل ده يقابلنا كتير. دائما ردود افعال المفاصل ما بعرفش فين، مجهولة الاتجاه. الا بعد التوازن، بعد ما يتزن الجسم. جيت اثرت، ادي قضيب بيمر حول مفصل عند الف، دي كلها كانت مسائل موجودة في الصف الثاني الثانوي اهو. والمفصل عند الحائط، المفصل اهو، فرد الفعل الله اعلم. لحد دلوقتي مش معرفين، ما اعرفش فين. وجاء طبعا ادم قديم منتظم يبقى وزنه بيأثر مثلا في المنتصف، وده اتجاه معروف اهو، ادي وزنه في المنتصف. اللي خلاه خد الوضع الافقي ربطته بخيط من نقطة ب. الخيط ده له طرفين، طرف القضيب والطرف الثاني، والطرف الثاني اعلى نقطة المفصل، فوق المفصل في الحيطة من فوق، اعلى نقطة المفصل تماما. يبقى دي الشد، يبقى في شد مسك القضيب من به وربطه في الحيطة مثلا عند جي عشان يتزن، عشان يتزن افقيا. وممكن يتزن مائل، بس هو في الوضع ده افقي، عملنا افقي. يبقى القضيب هنا متزن تحت تأثير كم قوة؟ الوزن الاسفل، شد في الخيط، ورد فعل المفصل. بس فين؟ ما اعرفش الله اعلم. بس انا عندي خط عمل الشد وخط عمل الوزن، ودول معروفين، هيتلاقوا في نقطة. يبقى لابد خط عمل رد الفعل بتاع المفصل يمر بنفس النقطة، لازم اجباري بقى هنا، لازم غصب عننا اهو. يبقى اتجاه اجباري ده اهو، يبقى ده رد الفعل. واحد يقول انت عملت ابتسامة كده ليه؟ ده ما عملتوش كده. اقول لك مش ده الشد، ده الوزن، ده رد الفعل، ويبقى ده مثلث القوة كده خلاص. يبقى ده مثلث القوة. تمام كده. ماشي في ترتيب دوري واحد. تمام. يبقى رد الفعل للمفصل في بداية الشغل مجهول الاتجاه، ما اعرفش مجهول الاتجاه. شوف لا يمكن تحديد رد فعل المفاصل الا بعد الاتزان،
بعد الاتزان وتحليل تحديد اتجاه القوة احدد التانية. هو خلاص. مثلا قدام شويه لما اعرفش مقدار الاتجان بحطه على صوت مركبتين، مركبتين واحد افق واحد راس زي ما هنشوف قدام بالظبط. انما انا عشان المساله بتاعتنا الجسم متزن تحت تاثير ثلاث قوه، من بقوتين بتلاقوا في نقطه، يبقى الثالثه لازم تمر، لازم تمر بنفس النقطه. تمام كده، تمام. ده على فكره ممكن يا استاذ عاطف يبقى القضيب ما ماشي وقت الوضع كده، مش لازم يبقى افقي. برضه نفس المساله اهو، بس لما جيت وشديته بخيط القضيب بقى يميل اهو، وادي الخيط اهو اهو، برضه مربوط فوق المفصل. نفس الكلام اهو. بس بقى ما بقاش القضيب افقي، بقى يمين مثلا على الراس بزاويه كذا اهو، بزاويه اهي. تمام، يبقى برضه وزن القضيب بيأثر في المنتصف اهو، راسي الاسفل، وادي الشد اهو، دول كده معروفين. فين رد فعل المفصل؟ مثلا ده الف، ده ب، ده جيم، لسه امد واو، خط عمل واو، خط عمل الشد، ده تلاقوا في نقطه، يبقى لابد رد فعل المفصل، المفصل اهو يمر بالنقطه اهي. يعني ده برنس قاعد مستني لما القوتين التانيين يتلاقوا يعدي هو معاهم. ايوه، ان شاء الله قدام لو كان عدة قوة بقى رد فعل ما بعرفش فين، هحطه بقى على صوت مركبتين بس قدام شوية، انما احنا هنا بنشغلين قوة متلاقية في ايه؟ في نقطة. في نقطة. قوة متلاقية في نقطة. وبالتالي لو انا رسمت كده هيطلع ده مثلث القوة. مثلث القوة على طول. برضه من ضمن الاشكال، بندردش مع بعضنا. برضه كل الكلام ده الطلبة خدوه. لو انا عندي مستوى افقي خشن اهو، دي في مساله كانت برضو عندهم في سلم او قضيب بيستند على افقي خشن وعلى حائط رأسي املس. واحد يقول لي هو لازم الارض خشن؟ لازم، ما هو مش له اسباب. هو مش من عندي. ده له اسباب، هنقول الكلام ده ان شاء الله في ايه، في المنهج بتاع ثالثه. في الاتزان، في الاتزان لازم. يعني ده خشن، عمر السلم او القضيب لا يمكن ان يتزن الا اذا كان الحائط الارض خشنه. هو احنا لو قلنا الواحد هات سلم وحطه على سيراميك واطلع هيرضى؟ لا، هيقول لك لا. ايه السبب؟ له سبب. كرياضه هنبص تلاقي الحائط املس، يبقى رد الفعل عمود اهو. الوزن بيأثر راسي الاسفل. والوزن الاسفل اهو، دول اتجاهين اجباري. لو كان ده يا استاذ عاطف املس، تبرير اتنين هتتزن مع ايه؟ ما لما ناخد الاتزان مش هعمل نقول سيما صفر مثلا؟ طب ادي اتنين افقيه، يبقى عشان يتزن لازم يكون في واحده في الاتجاه المضاد، في الاتجاه المضاد له، فده املس. مفيش، فلازم يروح واقع. انما ده خشن، يتزن. ليه بقى؟ هيبقى متزن تحت تاثير ثلاث قوه، رد فعل الحيطه اللي هو عمودي على الحائط، عمودي عليه عشان املس، والموازن اهو هيتلاقوا في نقطه. وما دام متزن وتلات قوة، يبقى لابد ان خط عمل القوة اللي هي رد الفعل، رد فعل الارض، هنا بنسميه بقى رد فعل الارض، اللي هي الارض الخشنة، الارض الخشنة، لازم تمر بنقطة التلاقي. تمام، وبالتالي يبقى ده مثلث القوة اهو، متلاقين في نقطة، متلاقين في نقطة. طبعا اقدر اجيب اطوال الاضلاع المثلث واقدر اطبق قاعده مثلث، قاعده مثلث القوه، القوه على الضلع. برضه من ضمن الحاجات برضه في الاتزان، برضه احنا كل ده بنتكلم على ردود الافعال، رد الفعل، تحديد رد الافعال. لو جينا وضعنا جسم على مستوى مائل اهو، وجينا وزنه هيبقى اثر راسا لاسفل، الوزن بيأثر راسا لاسفل، في رد فعل عمودي
رد فعل الجسم محطوط على المستوى، يبقى فيه رد رد فعل فعل للمستوى. عمودي على بيسموه حتى كده رد الفعل العمودي، اهو عمودي على المستوى نفسه. عمود على المستوى اهو، ده الوزن. لو املس هيروح واقع، هيمشي هينزل. طب انا عايز اخليه يتزن، يبقى لابد ان اثر عليه بقوه، تمسك الجسم عشان ما يتزنش، عشان ما يقعش. بنفس النقطه، القوه يا استاذ عاطف لها ثلاث احتمالات، اما قوه افقيه تبقى عامله كده اهو. القوه اللي بتاثر على الجسم لها ثلاث احتمالات، اما قوه افقيه تبقى عامله كده اهي، وبيقولها نصا قوه افقيه. اتزن الجسم بتاثير قوه افقيه، ادي واحد، ادي واحد. وفي الحال يبقى الجسم متزن تحت تاثير كم قوه؟ برضه ثلاث قوه، وزنه الاسفل، رد الفعل العمودي، والقوه الافقيه. القوه الافقيه يبقى كده اتزن. واقدر اطبق بقى ايه؟ احلف تجمع س بصفر وص بصفر، واقدر اطبق قاعده لام. يبقى كده عندي طريقتين، بالتحليل او قاعده لام. اسهل الاثنين، صح صح. وان شاء الله قدام لما يقابلنا مسائل زي كده هحل بالطريقتين، اعلمك. احنا بنتعلم، احنا ما بنحلش مسائل، احنا بنتعلم. تمام، ما بنحلش مسائل، او دي جايه في الامتحان ودي مش جايه في الامتحان. يبقى عندنا لما نشوف قاعده لام اقدر اطبق، اجيب الجواب من كل قوتين واطبق قاعده لام، او احل القاف الى مركبتين. فين بقى؟ في اتجاه المستوى والعمود عليه. اتجاه المستوى والعمود عليه. كم ده ناخده بالتفصيل؟ احتمال تبقى القوه فين؟ ايه ده كده؟ في اتجاه الاحتمال الاول افقيه، الاحتمال الثاني في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى، منطبق على خط اكبر ميل، هتبقى عامله كده اهو. اهو واحد يقول لك طب يعني، طب منطبق خط اكبر ما ينفعش لتحت، ما هو كده كده لا. ما كلمه شوف، المستوى في اتجاه خط اكبر ميل حاجتين، لاعلى والاسفل. اتجاه خط اكبر ميل ده ممكن لفوق لاقول لتحت، عشان ده يتزن لازم اسرع بقوه لفوق، ما هو عايز ينزل، ما هو اصلا لوحده عايز ينزل. عايز ينزل فلازم اسرع بقوه، اسمه قوه في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى. خط اكبر ميل لاعلى، يبقى دي الحاله الثانيه. الاولى كانت افقيه، الثانيه في اتجاه خط اكبر ميل لاعلى، الثالثه تميل على اتجاه خط اكبر ميل ولاعلى. ولاعلى اهو عامله كده، ادي القوه اهي، ويبقى تميل مثلا بزاوية، أو تميل على الأفقي. ممكن بدل ما يقول لي تميل على المستوى يقول لي تميل على الأفقي، على الأفقي. من البداية أطرح منها زاوية ميل المستوى. زاوية ميل المستوى، عشان زاوية دي بتساوي زاوية دي بالتناظر. أهي. تمام. فلو كانت دي مثلا دي 30 دي 30، لو دي مثلا 60 يبقى دي اللي فوق 30. 30 بطرح 30. يبقى دي التلات احتمالات القوة. عشان يتزن جسم على مستوى مايل، القوة اللي بتمسكه عشان ما ينزلش لها ثلاث احتمالات. اما افقية، افقية او اتجاه خط اكبر من لاعلى، او هو ساعات يقول لك اتجاه المستوى الاعلى. نفس المعنى، هي هي. أو اتجاه يميل على اتجاه المستوى بزاوية، او على الافق بزاوية، هي هي. او يميل على الافق. تمام تمام كده. تمام، نشوف برضو مسألة على الكلام ده اهو كتطبيق، عشان يبقى ايه فاهمين ازاي نطبق اهو. مستوى مائل املس يميل على الافق بزاويه جبهه 3 على 5. ما ادانيش الزاويه، جاب لي جبهه. وضع جسم وزنه 12 ثقل جرام. كل الكلام ده ان شاء الله هيقابلنا بالتفصيل، بيقابلنا، فانا بمهد لك هتعرفه، عشان لما نيجي نقول كانك ما سمعتش قبل كده، ما يبقاش جديد عليه. وضع جسم وزنه 12 ثقل جرام على المستوى وحفظ من الانزلاق. ما هو مستوى، ما هو مستوى املس، ما هو مستوى مائل املس، لازم قوه تمسكه. وحفظ من الانزلاق بواسطه قوه افقيه قاف. ادي حاله من الحالات، يبقى الحاله الاولى اللي هي قوه افقيه عشان ما يتزحلقش لتحت. اوجد قاف ورد فعل المستوى. طيب يا استاذ شعبان، انت حضرتك لسه قايل دلوقتي ان اول جسم متحط على مستوى مايل
في حاجتين، حاجتين وزنه، وزنه الاسفل، ورد الفعل العمودي، رد الفعل العمودي على المستوى، دول اتنين ثابتين، ثابتين. فاضل للتالتة اللي هي القوه اللي هتخليها تتزن، اللي هو هنا قال لي عليها اتجاه قوه افقيه، افقيه اهو. يبقى انا كده عرفت شكل المساله حتى. ايوه كده، عمليه سهله جدا، والمنهج يعني اللي هيتابعنا ان شاء الله باذن الله هيستفاد ويبقى كويس جدا اهو. واحنا ماشيين براحتنا اهوت اهو اهو، ادي مستوى. طبعا لو في طالب بيقول ان احنا بنراجع لمنهج سنه تانية، لما يشوف منهج سنه تالتة وحضرتك بتشرحه هيعرف قد ايه الحاله دي مهمه جدا، من اهم الحلقات الى الحلقه دي، لان هي كل ده مبني على هيتعاد تاني في منهج سنه تالتة. بالظبط، ادي جسم موضوع على المستوى اهو، وزنه بيأثر راس الاسفل، الاثنين اللي قلناهم وزنه راس الاسفل ورد الفعل العمودي اللي هو 12، ورد الفعل العمودي حاجتين اساسيتين. قال لك يميل بزاويه جبهه، هسمي ديت هي، يبقى مديني جاهي، وراح اروح راسم جنبها مثلث ليه، جاهي 3 ده 5 يبقى ده 4، الجاه بتساوي 3 مقابل الوتر، يطبق في ثور سيجي بالتالت، اقدر اجيب جوجتها. تمام، بصوا لو انا عاوز طبعا المستوى املس لو سبتها هروح واقع. فجي قال لك ايه، اثرنا عليه بقوه افقيه اهي، قاف فاتزن، اتزن تحت تاثير ثلاث قوى متلاقيه في نقطه. يبقى انا كده لو انا فكرت بقى في الكلام اللي حضرتك قلته، يبقى جسم متزن تحت تاثير ثلاث قوى، يبقى اما مثلث قوى او قاعده لامي او تحليل، او التحليل ثلاثة. ما احنا مش احنا خدنا توازن عند قوة متلاقية في نقطة؟ يبقى المركبات السينية بصفر وصادية بصفر. تمام، بس متهيألي مثلث القوة ما ينفعش. لا هيبقى صعب، اجيب الاطوال ازاي؟ ادي نمرة واحد. يبقى ابعده. يبقى قاعدة لامي او التحليل في التجمع، او التحليل. نشوف. تمام. احنا نتعلم. تمام. انا عندي زي ما احنا متفقين ان الزاوية دي هي. خلاص بقت معروفة. ده الكلام اللي قلناه في الأول. بين الرأسي والعمود على المستوى. تمام. عشان اطبق قاعده لامي لازم اعرف الزاويه بين خط عمل كل قوتين، لازم كل قوتين الزاويه بينهم كام. فالزاويه ديت اللي هي بين ر والوزن 180 ناقص ه، ناقص ه. الزاويه دي بتساوي الزاويه اللي تحت بالتناظر، عشان ده بيوازي. يبقى الزاويه دي كلها 90 زائد ه، والزاويه دي 90. هنطبق قاعده لامي، اقول كده بما ان الجسم متزن تحت تاثير ثلاث قوى متلاقيه في نقطه، اذا بتطبيق قاعده لامي اهو، قاعده لامي يبقى القوه والزاويه اللي بين الناحيه الثانيه، يبقى جا 180 ناقص ه 12 على جا 90 زائد ه، ر على جا 90، رد الفعل العمودي على جا 90. انا مش عارف هو طالب ايه، ده هو طالب قفوري، هتطلع قفوري ده هو مجرد انا يعني عرفت شكل المساله والقاعده بتقول ايه، بكتب القانون بتطلع كل حاجه عندنا اهو. بص بقى معايا، هيبقى قاف على جا ه اللي هي 180 ناقص ه، تبقى جا ه، يبقى جا ه من المثلثات الاولى سالم، 12 التسعين بالتأتأ. تمام، الجا تبقى جتا والجتا تبقى جا، شلتهم يبقى جتاهي، جتاهي وديت على واحد اللي هي جا 90. نيجي بقى ادي قاف جاهي بثلاثة على خمسة بتساوي 12 على جتاهي باربعة على خمسة، على خمسة بتساوي ري على واحد. يبقى عندنا قاف تلاتة على خمسة بتساوي دي هتطلع بخمستاشر، اتناشر تلاتة على خمسة، ما دي تلاتة يبقى خمستاشر وري، يبقى قاف بيساوي خمستاشر في تلاتة على خمسة
يطلع بـ9. التمييز ايه هنا؟ القوة موجودة بالسكل جرام، ويبقى ريه بـ15 سكل جرام. يبقى انت جبت قافوري، هو عايز يجيب قافوري. ده انا كده لو اشتغلت بقاعدة لاني لو هستعمل بقاعدة في اتجاه، احلل في اتجاه متعمدين، ممكن احل في اتجاه متعمدين. معانا وقت؟ معانا وقت اهو، معانا وقت نعملها. ادي ادي الجسم، وادي الوزن بتاعنا 12، وادي رد الفعل، وادي القوة اهو. ادي قاف، وادي الوزن 12، وادي ه، وادي ه، وادي ر. هحلل بقى في اتجاه متعمدين، واحنا اتفقنا يبقى اتجاه المستوى والعمود عليه، تمام؟ يبقى عندنا دي زاوية دي بالتناظر، يبقى هنا قاف جتا ه، وهنا قاف كاه، واحنا عارفين هنا 12 جتا ه، وهنا 12 جه. تمام، يبقى انا كده جبت اللي هو في اتجاه المستوى والعمود عليه. سين بصفر المركبات دي، يبقى قاف جتا ه ناقص 12 جه. او في طلبه تقول ايه؟ اللي فوق بيساوي اللي تحت، بيساوي اللي تحت. قاف جتا ه بكام؟ قلنا باربعه على خمسه، بتساوي 12 في جاه 3 على 5. الخمسه راحت وديت مع دي، فيها 3 يبقى قاف ب9 اهي على طول. الثانيه ر هتساوي قاف جاه زائد 12 جتا ه، قاف طلعناها ب9، جاه بكام؟ ب3 على 5 زائد 12 جتا ه ب4 على 5، يبقى 27 على 5 زائد 8 على 5، يبقى عندنا 35 على 5 يطلع فيها السبعة. فيها السبعة. يبقى انا كده ممكن يبقى انا كده ممكن احلها بقاعدة لامي او قاعدة مثلث او مثلث او او بالتحليل. 12 في 4 على 5 ديت دي 12 في 4 12 في 4 ب 48 48 48 يبقى عندنا 75 على 5 تطلع فيها 15 تطلع 15 تمام تمام كده تقريبا يا استاذ عاطف اللي احنا اللي انا عاوز اوصل له، اللي احنا وصلنا للي احنا عاوزينه في المنهج. ان انا رجعت كده منهج سنه تانية، ده احنا مش رجعنا بس، ده احنا رجعنا منهج سنه تانية، وده بيعتبر مقدمه كبيره جدا جدا لمنهج سنه ثالثه في الاحتكاك وفي الاتزان العام ان شاء الله. احنا طبعا بنشكرك جدا 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 يا استاذ شعبان، ويا رب ان شاء الله كده يكون ايه يعني الطلبه يكونوا متابعينا واستفادوا، لان الكلام ده هيفيدهم كتير جدا في اللي جاي ان شاء الله. باذن الله. وبنشكركم ابناء الطلبه على حسن المتابعه والاستماع، وعلى وعد بلقاء اخر ان شاء الله اذا كان في العمر بقيه. بنشكرك تاني مره يا استاذ شعبان، عفوا استاذ عاطف. نشكركم ابناء الطلبه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.